اهلا بكم متابعي المونديال في ليله جديده ومساء جديد، كل التحايا من كافه الزملاء في فريق العمل، الاحباب والمبدعين عبد العزيز الناجي، صالح المرشد، عبد الزوليعي وعبد الله رجب وبقيه الزملاء في الكنترول. تحيه خاصه مني انا بندر الشهري من خلال حلقه جديده ووقفه مع كاس العالم، المونديال الكبير من ارض الحدث من موسكو العاصمه التي تحتضن هذا الكرنفال الكبير. نرحب بكم ونرحب بتواصلكم ونرحب بمتابعتكم. واليوم حديثنا سيتوسع عن الأخضر السعودي ليلة المباراة. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن مباراة الأخضر الثانية أمام المنتخب الأوروغواي. كل الآمال والأمنيات والدعوات والتطلعات لمنتخبنا بتصحيح الصورة السلبية التي شاهدناها في المباراة الأولى ومصالحة الجماهير، ونحن على ثقة كبيرة بكل اللاعبين، بصخورنا، بأبطالنا داخل الملعب بمشيئة الله، حتى وإن كانت المباراة أمام المنتخب الأوروغواي صعبة لكنها ليست بالمستحيلة. يكفينا فقط تقديم مستوى مشرف يعكس الواقع الحقيقي للاعب السعودي. نرحب بضيفينا لهذا المساء الذين يتواجدون معنا في استوديو المونديال، الكابتن عبد الرحمن الرومي لاعب منتخب السعودي احد نجوم كره القدم السعوديه. حياك الله ابو تركي. حياك الله بندر، تحيه لك والاستاذ سعيد والمشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. ايضا نرحب بالاستاذ سعيد غبريس الاعلامي اللبناني، حياك الله استاذ سعيد، المتخصص ايضا في الرياضه العربيه. استاذ بندر اهلا، مساء النور، مساء النور لكل المشاهدين السعوديين والعرب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت مستمتع في موسكو ها؟ والله بدي اقول لك مش سر، يعني شغله جديده علي، اول مره بعد 55 سنه من الاحتراف الصحافي بعمل سياحه. انا هون بشكر الهيئه العامه للرياضه والشباب الرياضه، اتاحتنا الفرصه انه نجي سواح مش كاتبين او متابعين. ان شاء الله عاد يبيضها الاخضر، يبيض الوجه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نبدا حلقتنا متابعينا بعد هذا الفاصل. اعتلت بالعزم هامه
عزك يا السعودي للسعودي نرخص الكايد والغلا في قلوبنا وايد من وصية شيخنا زايد دام عزك يا السعودي وسهلا بكم متابعينا من جديد. المنتخب الروسي يتقدم في مطلع الشوط الثاني على المنتخب المصري الشقيق بهدف وحيد في المباراة التي تجري في هذه اللحظات. كل التوفيق للمنتخب المصري الشقيق. اليوم 3 مباريات، المنتخب الياباني تغلب على المنتخب الكولومبي، ومنتخب السنغال فاز على منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف، والمباراة الثالثة لم تنتهي حتى هذه اللحظة. المنتخب الروسي يتقدم بهدف وحيد على المنتخب المصري الشقيق. يبدو أن منتخب روسيا سيسجل نفسه كأول منتخب يتأهل إلى الدور القادم. نرحب بضيوفنا من جديد، حياكم الله أبو تركي. يا مرحبا. حياك الله. أنت قبل 33 سنة كنت موجود هنا في موسكو. إيه طبعا، يعني الصدف، جمال الصدف، اني شاركت في كأس العالم، هذه كانت عام تقريبا 86، في كأس العالم للشباب كان فيه اللاعبين تحت 17 سنة او 18 سنة، كان فهد الهريفي وحيس الجمعان وصالح المطلق وسيد الحبشي وباسم ابو داود، فشاركنا وقدمنا مستوى اكثر من ممتاز الحقيقة، والآن التاريخ يعيد نفسه ونلعب في كأس العالم. بس طبعاً تغيرت، تغيرت كثير. وش اللي تغير؟ ما أدري، صار فيه انفتاح أنا أعتقد في داخل تحديداً موسكو، علشان في موسكو غيرت عن الأول، في انفتاح وفي تطور وفي يعني أكثر أكثر. حنا هنا على الاستديو بكشوف صوت السيارات والدراجات الهرية والأهازيج، فارفعوا لي اصواتكم. اجواء احتفاليه رياضيه الحقيقه، كرنفال على اعلى مستوى، اتمنى ان يكون مقرون على الاقل بالاداء الجيد من المنتخب السعودي في المباراه القادمه ان شاء الله، وتعويض الاخفاق اللي حصل في المباراه الاولى. الجماهير السعوديه سرقت الاضواء ترى في موسكو. اكيد انطباع بشكل كبير جدا الحقيقه، التراث السعودي لدى الجمهور السعودي الحقيقه، لكن للاسف ما واكب المستوى الفني من اخواننا اللاعبين داخل. حضرت الاحتفالات امس وقبله؟ والله حضرت في المكان الحقيقه، وكنا نحتفل مع الجمهور السعودي في كل مكان الحقيقه، اعداد كبيره، وزي ما قال معالي المستشار الله يحفظه تركي آل الشيخ، قال ان اكبر بعثه يمكن في مشاركات المنتخب في كاس العالم. صحيح. المره هذه، فاعتقد ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. احنا لنا عوده ابو تركي مع الذكريات الجميله بالنسبه لك، خاصه في المونديالات السابقه او حتى بقيه المسابقات الكبيره على مستوى العالم. وقفه قصيره، فاصل اعلاني وراجعين. اهلا وسهلا بكم متابعينا، نعود الحديث مع ضيفينا الاستاذ سعيد غبريس والكابتن عبد الرحمن الرومي. انت اول مره تجي هنا استاذ سعيد صح؟ صحيح، اول مره. ها صحيح، ان شاء الله انك انبسطت في الايام اللي راحت. فعلا اول يومين هيك ما انبسطنا، وعشت المباراه كمان ضيقت يعني صدورنا كثير صراحه، كثير النتيجه، ولكن بعدين يعني متفائلين بالخير ولازم نتفائل الأمور إن شاء الله تتحسن، عشان هيك قلنا إنه نعيش طبيعي مع البلد الحلو كطبيعة صراحة، وشعب طيب كثير. فالحقيقة يعني إنه كمان أول ما وصلنا كان في شوية صعوبات، وبتعرف السفر طويل، ولكن الحقيقة
ثاني يوم من المباراة أو أول يوم المباراة يعني كان كثير صعب على الناس كلها، الناس كلها كئيبة صراحة. يعني أنت حضرت مونديالات سابقة؟ لا أول مرة. أول مونديال لأنه أنا كان موفر لي على طول ناس يتواجدوا بالمونديالات من الناس اللي بيشتغلوا معي بأماكن تانية بعواصم تانية، فكنا نوفر الفلوس لأنه دعيت أنا مرة ب 82 بإسبانيا ما رحت. بس الحقيقة المونديال متعة، متعة على الطبيعة، متعة طبيعية، ولكن المونديال وقت اللي أنت تكون قايم بمهمة بدك غطي المونديال صعب كتير. نحن بالنسبة لنا بعد هالعمر بعد هالتاريخ كان تكريم اجيت انه عم نستمتع بالمونديال بالبلد كمشاهدين وسائحين. اي طبعا الكابتن عبد الرحمن الرومي تواجد في مونديالات العالم 5 مرات، 3 مرات كأس العالم للشباب، ومرة كأس العالم اللي هي الناشئين، ومرة كأس العالم الكبار اللي كانت عام 94 في امريكا. بالنسبة لك يعني يعني مشاركة يعني كبيرة مختلفة بندر، مشاركة في المونديال يعني مختلفة بكل المقاييس، كرنفال عالمي على أعلى مستوى، أفضل لاعبين العالم، يعني شو أقول لك، مبالغ قياسية فلكية لما تشوف اللاعبين ميسي كريستيانو رونالدو الكثير من اللاعبين. أنا أعتقد أنه كرنفال رائع، لكن زي ما ذكر أستاذ سعيد الحقيقة الأجواء ممتازة وكل شيء، لكن للأسف اللي نكد شوي علينا نتكلم كعرب كسعوديين تحديدا او كعرب بكل معنى، انه هو المستويات مستوى اللي غير مقبول فنيا نهائيا يا بندر، مستوى غير مقبول. مصر خسرت في المباراه الاولى لكن قدمت نفسها بشكل جيد، تونس خسرت قدمت شكلها بشكل جيد، المغرب نفس الشيء، منتخب السعودي للاسف رغم اللي صرف عليه ورغم اللي اندفع وذا حقهم لكن لم يقدم نفسه بشكل ممتاز. وش اللي صار؟ وش اللي حصل وقت المباراة؟ ما أدري يا بندر، بس أنا ما ودي أضحك على المشاهدين والجمهور وأقول الآن المباراة الثانية اللي حنلعبها مع الأوروغواي. شوف عمر الأمور الفنية في بطولة كأس عالم أو في بطولة منظمة وخلال 10 أيام عمره ما يكون مستواك في المباراة الأولى سيء ثم تجي المباراة الثانية وتحسن مستواك. يعني بكرة أنا أقول يعني أنت غير متفائل بكرة؟ أنا بكل أمانة أنا أقول يعني أتمنى نشتغل على الجوانب النفسية للمنتخب السعودي وروح اللاعبين. دائما العوامل النفسية تغطي على كثير من الفوارق الفنية مع المنتخبات الأخرى، لكن كجانب فني لا يمكن يا بندر أنك تتغير بثلاث أيام أو 4 أيام. يعني هذا معروف، يعني لما تأخذها على مسابقة الدوري في 8 شهور ممكن الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد أو الشباب وغيره في بداية الدوري يكون سيء، لكن بعد 4 شهور يتحسن. لكن دي بطولة خلال 10 أيام تلعب 3 مباريات. اشتغل أنا أقول الآن أتمنى من الجهاز الإداري أن يكون العامل النفسي مهم جدا في تهيئة المنتخب المباراة القادمة واللي بعدها. طيب خلنا نشوف ماذا قال السيد بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم قبل المباراة ب 24 ساعة، كان برفقته اليوم في المؤتمر الصحفي الكابتن تيسير الجاسم، حيث أكد أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة أوروغواي تعد فرصة سانحة للظهور بصورة جيدة وتغيير الصورة السابقة التي ظهر عليها المنتخب أمام روسيا. وعقد بيتزي مساء الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة أوروغواي المقررة مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. وقال أيضا أن الصورة التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة الأولى أمام روسيا لم تكن متوقعة، لافتا إلى تطلعه لتغيير هذه الصورة أمام الأوروغواي، وسنلعب بكل قوة، نريد أن نبرهن على قدرتنا بالفوز والمنافسة في المباراة، واثقون من قدراتنا ومهاراتنا، يجب أن نبرهن على مهاراتنا الفردية، لدينا القدرة على المنافسة، يجب أن ننافس الخصم بنفس الطاقة والحيوية المطلوبتين. واختتم حديثه بالقول أن المباريات تختلف من مباراة لأخرى وطريقتنا تختلف كذلك، سنلعب أمام منتخب قوي هجوميا وسنلعب بشكل أفضل للخروج بنتيجة إيجابية. طبعا الكابتن تيسير الجاسم لاعب وسط المنتخب السعودي شدد على صعوبة هذه المباراة، لكنه أكد على ثقته في ظهور اللاعبين بصورة مميزة لإسعاد الشعب السعودي. وقال الكابتن تيسير الجاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: عالم كرة القدم قابل لكل شيء،
تعرضنا لضغوطات أكبر يجب أن ننسى سريعا، لأن أمامنا مباراة هامة، فنحن نسعى لإسعاد الشعب السعودي. وعن خوض المباراة في درجة حرارة مرتفعة قال الجاسم: تعودنا أن نلعب في درجات حرارة مرتفعة ولكن هذا الأمر لن يؤثر علينا. منتخب الأوروغواي لعبنا ضده، ولكن الأمر الأهم لدينا أن نقاتل بصورة أكبر من أجل بلادنا. كابتن عبد الرحمن، حديث السيد بيتزي والكابتن تيسير الجاسم، كيف تعلق؟ والله شوف، هذا شيء طبيعي كمدير فني سيد بيتزي، لكن زي ما قلتك أنا الأمور الفنية لا يمكن أقول لك أنه حيكون في تغير. حد أنا أتمنى نشتغل بس على روح الفريق وعلى انضباطية داخل الملعب وعلى الأداء القتالي، لكن كتغيير فني لا يمكن تطلب من سالم الفرج أنه سلمان الفرج ولا يحيى الشير أنه يتحول ميسي، هذه مستويات للأسف اللعيبة داخل الملعب. لكن أتمنى أنه يكون في انضباطية، أتكلم عن على الأقل الجوانب الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة. أتمنى يكون في تغييرات، وحسب ما عرف فهد المولد حيكون أساسي وهو مهم بدل السهلاوي، لأنه حيكون في لعب على الهجمات المرتدة اللي يتميز فيها فهد المولد. في متوقع أربع تغييرات بكرة، أربع أسماء جديدة، هذا المتغير، ولو بيدي أنا غيرت مع الاحترام الجميع. يعني المنتخب الروسي في هذه اللحظات يسجل الهدف الثالث على المنتخب بس ركزت يا بندر المصري الشقيق، يبدو أن الأمور حسمت. حسمت للأسف. الآن المنتخب المصري أول منتخب في كأس العالم يخرج رسمياً إذا ظلت النتيجة خسران من كأس العالم نهائية، ما في أمل. وروسيا هتكون أول منتخب يتأهل، فالله يستر ما يكون بكرة، يعني كده بتصير حضورنا صعبة جداً، ما نكون بكرة ثاني منتخب يخرج من البطولة، يعني بكرة بتصير حضورنا صعبة. صعبة يا بندر، زي ما قلتك أنا الجوانب النفسية ركز عليها، لأني إنسان مؤمن في الملعب وكرة القدم. لا يمكن أن مستواك يتحول من أداء سيء وضعيف فنياً داخل الملعب أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام مهما عملت أنه يرتقي. فدائماً العب على الجوانب الروح والقتال داخل الملعب لتعويض على الأقل الفارق الفنية مع منتخب عالمي بحجم الأوروغواي. طبعاً نستمع لهزيج الجماهير الروسية. عبد العزيز مخرجنا إذا كان الصوت مدري واصل ولا لا للمشاهدين، في أهازيج وفي أغاني واحتفال بعد تسجيل الهدف الثالث تقريبا. أستاذ سعيد، منتخب روسيا أول منتخب إلى الدور الثاني، طبيعي ومتوقع حسب أداء صاحب الأرض الجمهور المنظم وفريقه، بيّن من مع المنتخب السعودي أنه فريق متمكن. بس تصنيفه متأخر أستاذ عبد السعيد، تصنيفه متأخر في الفيفا، مش خص تصنيف هو خلف ها التصنيف هيدا عطول فيه وراه أشياء يعني ما مش منطقية، عرفت كيف؟ عالج كتير، مش مهم التصنيف، يعني ما نعتمد عليه بشكل أساسي. لا على طول نحن هذا الموضوع له أنظمته وكذا، ما مش واقعي كتير. المهم بالنسبة للفريق السعودي، يعني صراحة الشيء الغريب اللي صار في المباراة الأولى إنك أنت تصمد 90 دقيقة بيجي فيك 3 أهداف، يعني ولو كانوا إجوا خاص، يعني عرفت كيف؟ مش يعني ما كان لازم يحصلوا 3، بيجي بعدين بثلاث دقايق بدل ضائع هدفين. هيدي كانت الصعوبة بالبطولة بالمباراة. ولكن الأصعب من هيك كمان، الفريق السعودي يعني ما فرجانا شيء من اللي قدمنا إياه بالمباريات التحضيرية أو بمبارياته أو بالنجوم اللي موجودين عنده. يعني كان فريق ما موجود أبدا، لا روح ولا فن ولا تنظيم. يعني صراحة هيدي شيء كان مفاجئ كثير إلنا، كثير انصدمنا. ولكن نحن هلا بالمونديال، شوف الفريق المصري بالمباراه السابقه كان ممتاز جدا، ايه ليك هلا بالمباراه اليوم صحيح. هلا شو عرفك؟ غيرت الامور. شو عرفك هلا الفريق السعودي كان سيء جدا جدا، أسوأ عرض لحد هلا طلع. الله يسمع منك، بيكون العكس ان شاء الله. ايه، لانه انت تعرف كل مباراه لها ظروفها، كل مباراه حتى بالمونديال لها ظروفها. شوف اليوم لحد اليوم كم مفاجأة صارت تقريبا، وتعادلات والفرق الكبيرة ما عم تربح، يعني ما عم بتفوز. يعني كان في كل شيء أمور عندك أنت، يعني خينا أبو تركي معه حق بس يحكي من نواحي فنية، عرفت كيف؟ بس من النواحي الفنية مش دائما هي كل شيء بتحسم الأمور بالملعب. احنا بنفصل في حديثنا عن المنتخب السعودي. اليوم اختتم المنتخب الوطني الأول تحضيراته لخوض مباراته الثانية ضمن منافسات كأس العالم 2018 أمام منتخب الأوروغواي غدا الأربعاء على استاد روستوف. وأجرى لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم حصتهم التدريبية الرسمية قبل المباراة على استاد روستوف.
الذي ستقام عليه المباراة. المباراة كالعادة أو التدريب بدأ بتمارين الإحماء ثم تمرين ترفيهي باستخدام الكرة وسط دائرة الملعب، تلا ذلك تمرين الكرات العرضية والتهديف على المرمى. بعدها قسم المدير الفني أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين ليجري تقسيمها على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة. طبعا نشاهد نزول ووصول اللاعبين لأداء التدريبات الرسمية لآخر تمرين الذي يسبق المباراة الرسمية غدا بمشيئة الله أمام منتخب الأوروغواي في 6 مساء بتوقيت السعودية. كل التوفيق لأخضرنا لصقورنا للاعبينا في مباراة الغد بمشيئة الله. أبو تركي أصابنا بالإحباط يعني، والله ضيقت صدري أبو تركي. أنا دائما إحنا يعني نتفائل ونجدد الأمل والتفاؤل، سيبدو أنك لك وجهة نظر أخرى. بندن، أنا أشوف أمور فنية حقيقة داخل الملعب، الأداء الفني للاعبين لو تأخذهم واحد واحد كان أداؤهم أسوأ مستوياته. من ناحية تتكلم كتكتيك الفريق، لا هو اللي دافع يا بندر ولا هو اللي هاجم، لا أنت اللي حافظت على الدفاع ولعبت على الأقل وخسرت 1-2، ولا اللي هاجمت وشكلت خطورة. ما وصلت يا رجل المرمى الروسي ولا فرصة في المباراة، ما في هوية المنتخب، ما في هوية دائما الآن لما يلعب. طيب الأيام هذه ما يمدي المدرب أنه يعدل كثير من أخطاء. أنا قلت لك يا بندر لعب على الجوانب النفسية والروح والقتال داخل الملعب والانضباط والروح داخل الملعب، لكن الجوانب الفنية قلت لك لا يمكن تحول اللاعبين إلى ميسي وكريستيانو وغيره، اللاعبين هم لاعبين، لكن على الأقل نعتمد على الجانب التكتيكي، القتال في الكورة، الالتحامات، الاشتراك مع الخصم، إظهار الهيبة، هذه ممكن على الأقل الفارق اللي بتكون مع منتخب الأوروغواي في المباراة القادمة تتقلص نوعا ما. نحن سمعنا تعليقات من إخواننا الصحفيين السعوديين موجودين معنا أنه الفريق ما فيه نجم. اوكي طب اوكي، هيدا محمد صلاح هلا اليوم عم يلعب مباراه اولى، شو عمل هالنجم الكبير اللي اساس تسونامي باوروبا، عرفت كيف؟ ميسي شو عمل اليوم؟ نيمار شو عمل مع البرازيل؟ يعني مش دائما اللاعب هو بيقدر يشيل الفريق بهالايام، عرفت كيف؟ فيعني ما عدا كريستيانو، ها؟ ما عدا الدور، ها؟ معك شوف ابو تركي مبسوط صحيح معك طبعا، بس اعطينا حاله استثنائيه ولا لا؟ ايه طبعا نحن بس اعطينا امثله كثيره لفرق فيها نجوم عالميين ما قدروا يفوزوا، صحيح ولا لا؟ الفريق السعودي يعني اذا كان في لاعب ممتاز مثل مثلا محمد صلاح يمكن كمان يتعرض نفس الشيء، لكن الفريق السعودي بتمنى انه هالصدمه اللي اكلوها يعني اللي اصابت الناس كلها واكيد اللاعبين قبل كل الناس وهالاجواء اللي صارت، وانا بعرف معالي المستشار كلنا عرفنا يمكن انه راح زار المنتخب واللاعبين واعطاهم دفع معنوي كبير وهذا الشيء كثير مطلوب وشيء كثير مهم، هذا بيعطي اللاعبين روح اضافيه اللي موجوده فيه بالاساس وما اظهرها باول مباراه. عشان هيك انا يعني عم بقول في كثير من الامور الفنيه ما بتلعب دور كبير، في ظروف للمباراه تحصل بالساعة يعني بأرض الملعب بتكون لمصلحتك إن شاء الله، وهذا الشيء اللي احنا عم نعول له. إلا أنه كمان اللاعبين السعوديين أنا متأكد أنه راح يكون وضعهم مختلف، ما عم نقول راح يفوزوا مثلا بس راح يقدموا شيء يعوضوا مثل ما قال أبو تركي، يعني يقولوا أنه نحن والله المباراة هذيك كانت هيك يعني صدفة كانت علينا إن شاء الله. أستاذ سعيد طيب. أنا دقيقة بندر بس أنا بقول ترى والله نغبط اللاعبين ما نحسدهم، نغبط اللاعبين والله اللي قدم لهم أقسم بالله يا بندر ما قدم لنا 1% من اللي جالس يقدم اللاعبين المنتخب الآن من حوافز مادية من دعم غير محدود من القيادة السياسية ممثلة بمولاي خادم الحرمين أو سمو ولي العهد أو القيادة الرياضية تركي آل الشيخ، وشفنا وشلون الاهتمام، رغم ذلك ما قدموا أنفسهم بشكل أكثر من سيء. دعم تاريخي غير مسبوق للمنتخب الحالي. مراسلنا الجميل عبد الرحمن العابسي يتواجد هناك في مدينة روستوف المحتضنة لمباراة المنتخب غدا بمشيئة الله.
للمنتخب السعودي امام المنتخب الاوروغواي. عبد الرحمن مساء الخير، الحمد لله على السلامه، يا ليت تعطينا كيف الاجواء عندكم هناك. الله يسلمك زميل البندر، احييك واحيي الكبات المتواجدين معك هنالك في الاستوديو. لما تحدثنا على اجواء، اجواء رائعه خصوصا هنا في منطقه الفانزون في هذه المدينه الجميله الصغيره اللي يسكن فيها وعدد سكان تقريبا 2 مليون مواطن في هذه المدينه، مدينه روستوف اون دام. اذا ما تحدثنا عن الاجواء في منطقه الفانزون نتحدث عن اجواء رائعه، خصوصا لما تحدثنا عن الجماهير الروسيه من خلال وهم البلد المستضيف شجعوا منتخبهم في هذه المنطقه بشكل كبير جدا امام الضيف المنتخب المصري. والى حتى الان تقريبا 3-0 لمنتخب الروسي، ان شاء الله اتمنى المنتخب المصري يقدم مباراه اكثر من رائعه. خلينا نستغل هالفرصه بزميلي بندر وناخذ الجماهير الرياضيه السعوديه اللي حرصت على تواجدها منذ مساء البارحه لمسانده الاخضر غدا باذن الله منتخب الاوروغواي. حياك الله على قنوات كي سي سبورت، ونقول لك الحمد لله على السلامه. اليوم تتواجدون في مدينه روستوف لمسانده الاخضر السعوديه، كيف ترى استعدادات الجماهير وايضا المنتخب السعودي خصوصا بعد الكبوه في المباراه الماضيه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للوصول لمدينه روستوف اتوقع في جماهير كثيره وصلت حتى بعد النتيجه الاولى المباراه السابقه، صحيح المنتخب خيب املنا لكن ما زال في فرصه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله البارح وانا جاي بالطياره كان معي جمهور كبير سعودي واصل معايا على المباراه الثانيه، واحنا جايين اليوم ان شاء الله ندعم او بكره ندعم المنتخب السعودي باذن الله المباراه. والاوروغواي ليس منتخب يعني مستحيل، هو ليس مستحيل، هو صعب لكن الصعب مو مستحيل. اليوم تواجدوا في مباراه روسيا ومصر، كيف شفت المباراه؟ كيف انطباعات اخواننا المصريين في هالمباراه؟ حقيقه المنتخب المصري اليوم فاجانا كثير، يعني احنا جينا المباراه وكانت النتيجه 1-0 برا، فكنت متوقع انه بيرجع لكن الان 3-0 اعتقد المباراه صعبه ممكن يكون. اهلا وسهلا، شكرا لك. ايضا احد الجماهير تفضل معي، يعطيك العافيه. الحمد لله على السلامه. هالمنطقه حيويه اكثر، شوف الجماهير خصوصا الروسيه تفاعل اكثر. الجماهير المصريه كنا نتمنى اليوم تقدم مباراه اكثر من رائعه، ولكن كيف رايت انطباعات الجماهير المصريه في هذه المنطقه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نتحمد السلام على المنتخب الوصول. المنتخب المصري شويه المباراه يعني كانوا متفائلين زينا نفس مباراه الافتتاح، بس حقيقه مرت فاجانا جدا، يعني نتيجه 3-0 دقيقه 72 والحين بلنتي لمحمد صلاح. والله صلاح يسجل ان شاء الله، ان شاء الله يسجلها، ان شاء الله يسجلها محمد صلاح ان شاء الله. المنتخب السعودي بكره تشوف ان شاء الله يقدم مباراه اكثر من رائعه ان شاء الله. ان شاء الله النتيجه الحين روسيا رسميا اذا انتهت المباراه 3-0، صلاح اذا جابها ما ادري. جول محمد صلاح، محمد صلاح يسجل جول. اخر مشجعين السعوديه يعطيك العافيه، نقول لك حياك الله. الان جول محمد صلاح، شفت الجماهير المصريه كيف اصواتهم وفرحتهم؟ والله صراحه محمد صلاح كان الود انهم يكونون فخورين، لكن زي ما انت شايف يعني الواحد وده وحرام الناس اللي تجينا يعني لازم انهم يشوفون كوره حلوه وكذا. المنتخب السعودي اليوم تحضر لروستوف، غدا ان شاء الله تحضر المباراه، كيف تتوقع ترى هذه المباراه وصعوبتها؟ والله المباراه صعبه صعبه، لكن نتمنى انها تصير معجزه ونفوز باذن الله يعني. ان شاء الله يعطيك العافيه، وان شاء الله خسرانين اللي يطلعون معنا ورا ان شاء الله. ان شاء الله. عوده لك زميلي بندر مع هدف محمد صلاح، عوده لك بندر. شكرا للزميل عبد الرحمن العابسي الذي يتواجد في روستوف المدينه التي تحتضن مباراه المنتخب غدا بمشيئه الله امام المنتخب الاوروغواي، ايضا صحبه ورفقه الجماهير السعوديه ودعمهم ومؤازرتهم غدا لتواجد في وقت مبكر في هذه المدينه لحضور هذه المباراة. فاصل قصير وراجعين. الرياضة مهارة وكرة القدم مهارة، ولما تكون للمنتخب تكون مهارة ومسؤولية. مهارة لأنك لازم تنافس، مهارة لأنك لازم تتميز، تثبت انك صاحب موهبه، ومسؤوليه لانك تمثل وطنك الغالي. وطنك مو باي وطن، وطنك المملكه العربيه السعوديه. بكل مهاره واحتراف نشجع الاخضر. الاخضر كله مهاره، الاخضر كله مهاره، الاخضر كله مهاره.
حياكم الله متابعينا، نواصل حلقتنا اليوم. المنتخب المصري يسجل الهدف الأول له أمام منتخب روسيا عن طريق محمد صلاح وركلة جزاء. كابتن عبد الرحمن، المنتخب المصري اليوم يسجل ثاني هدف عربي. طبعا أول شيء ترى بندر ممكن إلى الآن مصر ما خرجت بشكل، حتى لو نزلت مباراة، لأن ممكن تفوز مباراة الأولى يكون ثلاث نقاط، الأوروغواي الحين ثلاث نقاط، وحتلعب مباراتها مع السعودية بكرة، لو تفوز السعودية ثلاث نقاط، السعودية الأوروغواي مصر، يصير حسب مصر بين السعودية ومصر. إيه فوز مصر على السعودية يصير ثلاث نقاط، ثلاث نقاط، وتفوز روسيا على، أقول لك حسابيا إلى الآن، بس أنا أقول يعني مو بالطموح يا بندر، كان طموحنا أكبر، خاصة المنتخب المصري في المباراة الأولى كان مقدم نفسه بشكل جيد زي ما قال أستاذ سعيد، تفاجأنا الحقيقة إلى الآن 3-0، يعني نتائج الحقيقة ما تتوقعها داخل الملعب، تحصل لك أمور زي كذا سلبية. أحد الشوارع الرئيسية والمهمة والشهيرة في موسكو شارع عربات، تعرف أبو تركي؟ رحت ولا ما رحت؟ بوديك لا بكرة إن شاء الله، بس خلنا نطلع بدري قبل الاستديو تحت الطلب. طيب مراسلنا الجميل عبد الباري يتواجد هناك في هذا الشارع الذي يزخر به الكثير والكثير من المطاعم والمقاهي والأسواق، وأيضا حتى المشجعين لكافة المنتخبات. ها عبد الباري، كيف الأجواء عندك؟ الأجواء روعة، وبجيبكم لها بكرة إن شاء الله. نتواجد الآن في شارع عربات زميلي بندر ومشاهدين الكرام، هذا الشارع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الساحة الحمراء كأحد أشهر المعالم هنا في مدينة موسكو. شارع عربات يتميز بأنه شارع ثقافي فني يمتد تاريخه لأكثر من 400 عام، ولعراقة هذا الشارع ينقسم إلى جزئين، هنالك جزء حديث الذي نتواجد فيه الآن، وهنالك أيضا جزء قديم. هذا الشارع يخلد ذكرى عطرة لأدباء وفنانين روسيين اشتهر ذكراهم في هذا الشارع. أيضا هذا الشارع يعني يتميز بأجواء كأس العالم، المطاعم والكافيهات المتواجدة الآن، أيضا الجماهير الروسية التي تتابع بشغف مباراة روسيا ومصر الآن من خلفي، يعني ربما روسيا متقدمة بثلاثة أهداف، وللتو محمد صلاح سجل الهدف الأول، ربما يعني الأجواء والأصوات الروسية هي الأعلى هنا في شارع عربات. أيضا يتواجد العديد والكثير من الجماهير السعودية المنتشرين طبعا في الساحة الحمراء ما شاء الله تبارك الله، وفي شارع عربات، وفي كل مكان ما شاء الله مشرفينا ومنورينا الجمهور السعودي. يا هلا وسهلا. يا هلا والله فيك وحياك الله. كيف شايف الأجواء في شارع عربات؟ يعني صراحة شارع مميز، فيها مطاعم كافيهات، حتى الأجواء فيه حلوة. بصراحة المكان هذا أول مرة أنا أجي بالنسبة لي، بس بصراحة الأجواء مرة حلوة وانبسطنا، بس تمنينا إن شاء الله أن مصر قدمت مستوى مرة حلو، لكن للأسف عاد إن شاء الله المباريات القادمة تقدم الأفضل. جميل. بسألك بكرة إن شاء الله بإذن الله عندنا مباراة مع أوروغواي، يعني كيف تشوف الوضع؟ وش الشيء اللي تشوفه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا متفائل الأمانة، لأن يعني المباراة اللي راحت ما قدمنا، ما أعطينا روسيا حقهم، لكن أنا متفائل، وشفت كذا تصريح للاعبين أنهم يوعدونا بالأفضل ويقدمون كل ما يستطيعون، وإن شاء الله إحنا اليوم رايحين بإذن الله تعالى نساندهم ونوقف معاهم ونرفع شعار بلدنا بإذن الله تعالى. إذن أيضا أحد الجماهير المتواجدين، يا أهلا وسهلا. سلمك. كيف شايف الأجواء هنا في شارع عربات؟ والله الأجواء مرة جميلة، لكن أنا بالنسبة لي الساحة الحمراء هي الأفضل. يمكن الساحة الحمراء تتميز بالشغب وجنون الجماهير. جنون الجماهير من اللاتينيين، يعني شيء روعة روعة. لكن هنا هدوء، تتابع المباراة بصمت. مرة رايق. الجو رايق. إي رايق. كيف شايف مباراة روسيا ومصر؟ والله روسيا ماسك اللعب طول المباراة، لكن الفارق الفرق الأوروبية أفضل يعني بكثير. طيب كيف تشوف مباراتنا مع أوروغواي؟ والله كان تمني أن السعودية تظهر بمستوى أفضل، لكن تشوفونه في الإعلام والتويتر وضغط على اللاعبين، أنا أشوف أنه بيكون سلبي بكرة على اللاعبين. يعني نتمنى. أنت متشائم؟ حنا نتمنى. أنا متشائم بس هذا الواضح، أتمنى يكون مستوى أفضل، واليوم ماشيين الفجر إن شاء الله نحضر مباراة، دعواتكم وبإذن الله أن للسعودية. بإذن الله تصلون بالسلامة. أيضا هنا ما شاء الله تبارك الله الكثير من الجماهير يتابعون المباريات، ليش اخترتم شارع عربات؟ ليش ما رحت الساحة الحمراء؟
والله شوف، هو الشارعين يتميزوا بكل في الحالتين بالجماهير والاجواء الحلوه، بس انه هنا الجو رايق اكثر فاهم، والكافيهات برضو المتواجده، فعربات يعني فاهم له اجواء الخاصه. يعطيك العافية. إذا زميلي بندر، هذه أجواء وانطباعات الجماهير هنا في شارع عربات، أحد أقدم شوارع موسكو. إليك زميلي بندر من جديد. شكرا عبد الباري، يعطيك العافية، إن شاء الله تواصل معك فيما بعد. أستاذ سعيد، أنت مستمتع مع الجماهير السعودية في موسكو ولا لا؟ صراحة يعني بلفت النظر، لأنه نحن تجولنا كثير بموسكو، وين ما نروح نلاقي هون يعني بعرضات ولابسين الاعلام وماشيين بكثير من الشوارع. شبهتهم كاننا في بيروت ايام العز، وقت اللي كان في مصطفين كثير من الاخوان السعوديين في كل مكان. وين ما تروح بلبنان بتلاقي في سعوديين. هلا بموسكو صراحه كل الاماكن اللي بيرتادوها جمهور المونديال موجودين السعوديين، ومش بس يعني واحد او اثنين، كذا بكثافه ومنظمين وبيعملوا اهازيج ومنظمين حالهم ومثل مسيرات عم يمشوا فيها. صراحه جمهور السعودي حتى في المباراه كان جمهور رائع. صحيح. صراحه كنت حاضر بالمدرجات، شفت كيف طبعا طبعا كنا قاعدين مع بعضنا، مساندة الجماهيريه. لا كثير كثير الجمهور السعودي فعلا بيضه بعكس اللاعبين، التفاعل كان كبير فعلا. يعني بالرغم من خساره قاسيه ابو تركي، بس ان الجماهير لا زالت تجدد الامل والتفاؤل والدعم. كل شيء الا انت عاد طبعا عبد الرحمن الرومي عاد غير متفائل. كل شيء في الاخضر الحقيقه كان يثلج الصدر. التغطيه الاعلاميه، مو علشان معاكم، التغطيه الاعلاميه المميزه، القياده الرياضيه ممثله معالي المستشار تركيال الشيخ، والاهتمام الكبير من الاتحاد السعودي، كل شيء كان مميز. الدعم الجماهيري الكبير في كميات كبيره، اكثر من 3000 اكبر بعثه للمنتخب السعودي في بطولاته، لكن للأسف زي ما قلنا ما واكب المستوى الفني. لكن إلى الآن أنا أقول إن شاء الله ويا رب نتأمل خير، إن إخواني اللاعبين بكرة يحسون بالمسؤولية والروح القتالية، ركز على الروح القتالية والالتحامات القوية علشان تكون لك بصمة وتكون واضح جوا الملعب إنك جاي عشان تحقق نتيجة إيجابية. هذه يا إخواني اللاعبين فرصة، اللعب في كأس العالم فرصة تاريخية لكم. 80% من اللاعبين للأسف الموجودين الآن، يمكن حتى في الدوري مو بلاعبين ترى، ولا رايح تشوفهم. فهذه فرصة لأخواني اللاعبين، أعطوا ما عندكم إن شاء الله. شوفوا جيل 94 إلى الآن يذكر. طيب عبد الرحمن، وش اللي ممكن يصير بكرة يتغير؟ فقط نراهن على الروح، على الدعم الكبير، على المعنويات، هذا سلاحنا فقط. كان كارلوس البرتو المدرب الكبير ودربنا في المنتخب كان يقولنا دائما اذا صار في فروقات فنيه داخل الملعب انت تلجا لاشياء ثانيه عشان على الاقل تحاول تغطي الفروقات هذه. وش الفروقات في ايش؟ نلعب على امور نفسيه، تلعب على التكتيك القوي، تلعب الالتحام مع اللاعب بشكل قوي، تلعب بروح قتاليه، تلعب باصرار، تعطي ما عندك يا اخي من اول الملعب لاخر، من اول المباراه لاخر دقيقه، ومتى ما تعبت تقدر تطلب التغيير. فهذه اشياء تقلل على الاقل الفوارق الفنيه. احنا نعرف ان الاوروغواي فنيا افضل من المنتخبات العالميه القويه، انت لازم تغطي الفوارق الفنيه في الاشياء هذه. في كلام عن الاهلي انه بكره في تغييرات باللاعبين، يمكن سبعه زين او اربعه. اربعه تقريبا، اربعه يمكن. اربعه؟ لا هم حيكون الفارس، تتكلم عن معيوف، العويس بيشارك ربما. طبعا هذه اخبار، ما طلع شيء رسمي. قلب الدفاع ربما البليهي. فهد المولد، هتان بهبري. صحيح، هذه الاربعه ذكر اسامي، ممكن نشاهدهم بكره ممكن التشكيلة الأساسية. هو لازم البندر مثل هذه المباريات وخسران لازم يكون فيه على الأقل أربعة خمسة يعطون نفس، يعطون حيوية داخل الملعب، أنك تغير أربعة أو خمسة، فهذه برضو مهمة، هذه من الجوانب النفسية للاعبين. بندر في شغلة لازم ننتبه لها، يعني لازم نحن ما ننسى أولا أن المنتخب السعودي تأهل للمونديال، يعني شغلة كثير مهمة. صحيح؟ المنتخب السعودي هو العربي الآسيوي الوحيد اللي تأهل لهذا المونديال موسكو. طيب هي المباراة اوكي، مباراة مثل كل الفرق بكل البطولات في نكس، هيدي صار نكس، بس هيدي مش انه قعدنا طرحنا الدنيا كلها قدام عينينا وحكينا على المستقبل والنهاية يا حبيبي المملكة العربية السعودية بهالفترة الموجودة هلا بالنسبة للرياضة
بوجود معالي الوزير المستشار تركي آل الشيخ صار في تغيير جذري يعني مهم جدا جدا جدا. يعني اذا بدنا نقعد نحكي حلقات كيف تغيرت الرياضه السعوديه خاصه الفوتبول، ما حدا بيصدق الخطوات السريعه اللي صارت واللي يعني تنفيذها فوري. عرفت كيف؟ بعدين احنا ليش زعلنا على المنتخب على اللاعبين استاذ سعيد؟ لان ما في صغيره ولا كبيره الا قدمتها القياده الرياضيه لهم. صحيح صحيح صحيح. عرفت؟ صحيح. عشان كذا كانت رده فعل الشارع الرياضي كبيره وقاسيه على الاخضر الايام الماضيه. هذا اللي احنا نتكلم عنه. صحيح. وهذا اكثر شيء معالي الوزير ركز عليه باجتماع خاص اللي صار مع الاعلاميين واللاعبين القدامى، بانه المملكه قدمت يعني لهذا الجيل ما لم يقدم بكل تاريخ الكره السعوديه. هي شغله مضبوطه صحيحه انه هذا الجيل اخذ كل شيء. جيل ابو تركي وفهد هريتي وحتى يعني كلهم من المجد عبد الله كذا، يمكن اخذوا شهره محليه كثير مع بين جمهورهم، بس ما اخذوا هالضفق المالي ولا الاعلامي. هذا الاعلام صار متنوع وعنده 100 وسيله. عرفت كيف؟ يعني صراحه الشيء اللي اخذوه اللاعبين الجيل هيدا ما حصل عليه ابدا، ولحد حتى الان ما اعطوا هالشيء اللي يوازي يعني 10% من الامكانيات اللي قدمت لهم صراحه. قال لك قبل شوي كابتن عبد الرحمن يقول 1% ما حصلنا مثل هذا الدعم، خلينا نقول 10% يعني. عرفت كيف؟ كانوا عم يحصلوا. ولكن الحقيقه انه اللاعبين هلا كل يعني كل الراي العام الموجود حتى العرب اخواننا العرب عم بيقولوا انه ولو كل هالشيء اللي قدموا لهم اياه بالمملكه العربيه السعوديه ما قدروا يجيبوا يعملوا فريق مثلا على الاقل يجيب نتيجه افتتاح يعني تحفظ ماء الوجه كذا. بس انا برجع بقول لك من نفس المباراه ونفس الكلام يعني انه هالثلاث دقائق الاخيره اللي فات فيهم هدفين دخل فيهم هدفين يعني هذا غلط كبير كان. ما في يعني تركيز هيدا ما في تركيز بس هيك ما في عاليه الاحتراف. صحيح. ايه المحترف صحيح. عندك بعد انت طالع بمباراه مع الفريق المنظم 3-0 انت ما عملت شيء في المباراه وهن قدموا الروس مباراه كبيره ضيعوا حافظ على ضيعوا فرص كثير يعني كان لازم تكون النتيجه بالشوط الاول على الاقل 3-4 5-6 يمكن كمان. عرفت كيف؟ صحيح. الحارس توفى بكره واحده وهن الحظ يعني ما ساعدهم بثلاث كرات يمكن. انت طلعت بنتيجه ممتازه بالنسبه للاداء السيء اللي عملته بالنسبه للاداء الكويس اللي عملوه الروس. 90 دقيقة حافظت على هالشيء، بعدين بتيجي بدقيقتين ثلاث دقايق بتعمل نتيجة 5 يعني 3 محمولة مع قدام الفريق المنظم والفريق الروسي. عرفت كيف؟ بس 5 بآخر ثلاث دقايق حرام. هذا كان هذا اسمه معناته الذبح. أبو تركي أنت شفت قبل شوي اللاعبين تقرأ في عيونهم شيء؟ والله أنا بدون أدنى شك أنا اللي أعرفه أنا أن أكيد معالي المستشار، أنا أتكلم عن الرجل الأول في الرياضة، أكيد أنه كان له جانب من الكلام مع اللاعبين ومحاولة رفع الروح المعنوية منهم وإعطائهم ونعم وتجديد الثقة وإعطائهم كم كلمة على الأداء والقتالية في الملعب لازم يتغير في هذه المباراة. فأنا إن شاء الله أنا أراهن على شيء واحد، أنا قلت لك الأمور الفنية ما أعتقد بيكون فيه يعني تغير، لكن أراهن على القتالية والروح والحماس والانضباطية داخل الملعب بإذن الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام وراجعين نستكمل حلقتنا. STC عندهم باقة خاصة لكأس العالم، ارسل تجوال 900 عشان تعرف تفاصيلها. حياكم الله متابعينا من جديد في المونديال، البرنامج اليومي الذي يأتيكم من موسكو لتغطية المونديال الكبير. يعني نتوقع غدا أبو تركي لا سمح الله نتيجة كبيرة؟ لا أنا ما أقول كذا، أنا أقول على كلامك
لا لا بندر انا قلت لك ماني متفائل من ناحيه والله الامور يا عبد الرحمن. لا لا من ناحيه الامور الفنيه ما حيكون استاذ سعيد بعد خاف معي. لا لا من ناحيه الامور الفنيه ما يتغير بيوم وليله، لكن اكلمك انا ان شاء الله اتوقع نشوف المباراه الجايه في روح، في انضباط داخل الملعب، في قوه في الاشتراك، في احتكاك، سرعه في تكات وفي التحام. انا هذا اللي افتش عنه، لما تصير هذه موجوده وروح المجموعه موجوده صدقني بتغطي العيوب اللي شفناها الكبيره جدا اللي كانت في المباراه الاولى. انا بتوقع اللاعبين اكثر مننا ناطرين بكره. صح هذه صحيح عشان على الاقل انا عم اتوقع هشيم لانه سمعوا كثير كلنا واستاهلوا الكلام يعني اللي طلع عليهم قاسي استحقوه وهم اكيد بكره ناطرين المباراه اكثر مننا، بس نحن نطلب من الله انه يلهمهم ويلعبوا بالروح اللي شفناها منه بالمباراه الوديه صراحه، بس يلعبوا هيدا الروح ويعتبروا انه هن بده يردوا اعتبارهم هلا بشكل يعني 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 بشكل انه يا يعني يكونوا او لا يكونوا، عرفت كيف؟ بكره بكره صراحه بكره اهم لحظه بتاريخ المنتخب السعودي، لانه صراحه لا سمح الله اذا تحققت تطلع يعني نظره فنيه سلبيه اللي عم يفكر فيها ابو تركي صراحه راح يكون يعني راح تكون النكسه ثبتت بهذا المونديال، بس ان شاء الله لا يا رب. وانا اقول للاعبين اخواني اللاعبين ترى الجمهور لن يرحمكم، ترى الاعلام لن يرحمكم، اعطوكم ودعموكم واعطوكم كل شيء، انتوا الدور عليكم، لازم الان تقدمون في المباراتين هذه الغالي والنفيس، النتيجه علمها عند الله، لكن قدم نفسك بشكل كبير جدا ان تلعب مع منتخب عظيم اسم المملكه العربيه السعوديه. اليوم اليابان فازت على كولومبيا 2-1. كل المنتخبات تلعب اداء جيد، لاحظ لها بصمه، انت قلت كلمه مهمه في البدايه، ما في بصمه للمنتخب، المنتخب لا شفنا اداء دفاعي، لا شفنا تكتيك هجومي، كان ضايع المنتخب من ناحيه التكتيك بشكل عام او من ناحيه الافراد حتى اللعيبه، فاعتقد انه زي ما قلتك، لكن ان شاء الله في المباراتين القادمتين باذن الله انه يتغير حال المنتخب السعودي. اليابان الان ممكن فايزة على كولومبيا اللي هي من اقوى منتخبات صحيح العالم ولاعبين على مستوى، تتكلم عن خميس رودريغيز، تتكلم عن اللاعب المهاجم فالكاو، تتكلم عن اكثر من لاعبين، ورغم ذلك المنتخب الياباني قدم نفسه بشكل اكثر من ممتاز واستطاع ان يفوز. السنغال على شو اسمه كمان يعني على بولندا ليفاندوفسكي شو عمل يعني يعني في نجوم سويسرا تعادلت مع البرازيل في نجوم كبار كثير ما بين اليوم قدام فرقه صغيره. طبعا المنتخب السنغالي اليوم قدم او حقق فوز ثمين على نظيره بولندي بهدفين لهدف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. يعني في منتخبات غير متوقع أنها تقدم نتائج إيجابية بدأت بداية قوية أستاذ سعيد، بينما المنتخبات اللي كنا نتوقع أنها يعني يكون لها حضور قوي مرشحة لحصد اللقب بدأت بداية متعثرة. نتكلم عن البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، هيدي هي اللي نحن بنقول بالنسبة لكأس الخليج. بتذكر الشيخ عبد الله بن زايد في إحدى دورات الخليج كان المنتخب الإماراتي عامل معسكرات واستعدادات يعني يمكن يفوز بكأس العالم. بتذكر سألناه سؤال إنه هل هالاستعداد الكبير بيعطيك أمل بالنسبة لفوزه بكأس الخليج؟ فقال لك بكأس الخليج بصير بس تبدا المباريات كل الحسابات اللي كنا عاملينها بس هذا بتصير برا، بصير في كل مباراه لها وضعها الخاص، حتى بالمونديال كل مباراه لها وضع خاص، بالمونديال كل مباراه لها وضع خاص، كل فريق له له سقطه او له مفاجاه بيعملها. انتهت المباراه ولا هدف رابع؟ انتهت المباراه. انتهت المباراه، الف مبروك للمنتخب الروسي، حظ الوافر للمصري ابو تركي. كنا متعاطفين والله مع المنتخب المصري، لكن للأسف خسارة ثانية، شبه ما مو بشكل رسمي شبه انتهى الأمل بالنسبة للمنتخب السعودي. المنتخب المصري، المنتخب السعودي أمامك مباراتين 180 دقيقة، 90 في المباراة الأولى 90 في المباراة الثانية، أرجو أنكم تحسون بالمسألة المباراة إخواني اللعيبة،
تقدمون الجهد الكبير جدا، وان شاء الله دعواتنا القلبيه لكم مساندتنا كجمهور، كلاعبين سابقين، كاعلام، كمسؤولين، اذا كانت القياده السياسيه، اذا كان سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان حاضر المباراه. صحيح. رغم مشاغل سيد يعني اللي عارفينه احنا شلون مشاغل السياسيه، ورغم ذلك جاء الموسكو لدعم المنتخب السعودي، فالكل واقف معكم. صدقوني نقدر نغير على الاقل حال المنتخب السعودي في 180 دقيقه لي المباراتين. يعني هلا مصر خلص، بس هذا اليوم تعني لمحمد صلاح فقط انه شارك في كاس العالم، سجل هدف، وقف لنا تحديات. ومجدي عبد الغني اللي انا الوحيد اللي سجلت هدف لمصر، وشوف صدف انه مجدي عبد الغني من بنالتي وهلا محمد صلاح من بنالتي. محمد صلاح اللاعب الكبير عمل ترك بصمه بالمونديال هلا، عرفت كيف؟ هذا الشيء اللي طلعت منه مصر بهذه البطوله، عدا عن انه لعبت المباراه الاولى صراحه بمستوى كثير رائع. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه، ولو انها بدات بدايه يعني غير مشجعه استاذ سعيد. صحيح. طيب يعني بس يعني كلهم عملوا شيء ترضى عليه ما عدا المنتخب السعودي، هذا اللي عم اتاسف له هنا. عشان هيك بكره ان شاء الله اللاعبين السعوديين عندهم التصميم الكبير اكثر مننا نحن، وهن ناطرين مثل قلت لك المباراه اكثر مننا، لانه لازم يعملوا شيء، لازم يتركوا بصمه، والبصمه هي لازم تصير بكره. اذا ما صارت بكره ما راح تصير المباراه الاخيره قدام مصر. ممكن نقدم شيء؟ انا عم اقول لك بكره المنتخب السعودي بده يقدم شيء، ما مثل ما قال ابو تركي ممكن اكيد يعني الفوز مستبعد كثير، عرفت كيف؟ بس بالفوتبول بكأس العالم ما في شيء محسوم، مستحيل، او انه حسابات البيضر تنطبق على حسابات الحقل على البيضر، عرفت كيف؟ في شيء بضل مثل ما قلت يا مفاجأة سارة يا شيء سلبي وسيء جدا، عرفت كيف؟ فبكره المحك للكرة السعودية صراحة، بكره المحك للكرة السعودية اما ان صراحة بتطلع من المونديال مكسورة لا سمح الله، واما بتطلع انه حافظة مية الوجه، وساعتها في ضوء مباراة بكرة بنشوف قديش رح يكون الوضع كثير تغير قدام الفريق المصري. اكيد نخسر ما في مشكلة، لكن نخسر بمستوى، هذا اللي كنا عم نطلبه كلياتنا يعني من اول قبل ما نجي لهون، كنا عم نقول ان شاء الله ان شاء الله ندعي لله انه الفريق ما يصير في معه نتيجة، ما يصير عليه نتيجة كبيرة. لسوء الحظ انه اول مباراه كانت زي ما قلت يا سعيد، قال اتمنى يكون لهم بصمه، انا اقول تصير ان شاء الله بصمه ولا تكون صفعه، فرق بين البصمه والصفعه. بكره ان شاء الله لنا بصمه اخوان اللاعبين باذن الله ان شاء الله. القيمه الفنيه فوارق كبيره ابو تركي، بكل تاكيد لما تتكلم عن سواريز، تتكلم عن كفاني، لاعبين على اعلى مستوى، الكثير من تلعب بالدفاع، جودين لاعب على اعلى مستوى الحقيقه، فما في شك ان الفوارق الفنيه كبيره، بس انا زي ما قلت لك دائما على الاقل في محفل زي هذا والدعم اللي حصل جماهيري الكبير والاعلامي وكل شيء، على الاقل العب بروح اقدم نفسي زي ما قال استاذ سعيد، يمكن ما تفوز، يمكن ما النتيجه هذه علمها عند ربنا، لكن على الاقل اقدم نفسي يا اخي بشكل ممتاز. من افضل لاعب في المباراه الاولى من ناحيه السعوديه؟ ولا لاعب، ما في حدا، ما في حدا أبداً. للاسف كلهم، ولا حدا ومشيئة. ولا واحد منهم عمل شيء نذكر يعني، يمكن الحارس اللي كان اسوء واحد طلع كره بصعوبه يعني، ولا لاعب الحقيقه كان زي ما قال. اعتقد يعني ان شاء الله، بس انا قلت لك المباراه هذه بيكون فيه تغير باذن الله من ناحيه المنتخب السعودي، رغم ان المباراه ترى فنيا اقوى المنتخب الاوروغواي من منتخب روسيا. صحيح. تتكلم عن فوارق فنيه، المنتخب الاوروغواي ينافس يعني من السبعه توب منتخبات الموجوده في كاس العالم، منتخب الاوروغواي يكون معها، لكن باذن الله ان شاء الله على الاقل 90 دقيقه. انا اقول لاخواني اللاعبين تذكروا لعبنا مع هولندا في 94 وكنا على مشارف ان نفوز في اول المباراه، ورغم خسرنا في اخر لحظات المباراه، وبعدين فزنا على المغرب، وبعدين فزنا على بلجيكا اللي كانت من اقوى المنتخبات العالميه، فما في شيء صعب اخواني اللاعبين، ركزوا وايمانكم بالله قوي باذن الله،
ان شاء الله نحقق نتيجه. استمتعوا بالمباراه، استمتعوا. شوف يا عم تحكي ابو تركي عن الفوارق الفنيه، اكيد الفرق الفني بين الاوروغواي والسعوديه كثير كثير كبير، بس شوف مثلا الاوروغواي لعبت بنجومها كلهم قدام مصر اللي ما كان معهم محمد صلاح اللي هو يعني يكون هو نص الفريق تقريبا، يعني بدنا نقول عرفت كيف؟ شو كانت النتيجه؟ النتيجه 1-0 باخر لحظه صحيح؟ فاذا الاوروغواي لعبت بكامل نجومها وبقوتها الكامله واول مباراه وشفت شفناهم قديش كانوا يعني جديين، ومصر لعبت بدون نجمه الكبير وكانت النتيجه ماشيه للتعادل لحتى اخر دقيقه. فهيدي من الامور المسميه المفارقات في كرة قدم، وقت اللي بيكون في عندك فريقين في فرق كبير بالمستويات بيناتهم، وعلى الورقة وعلى القلم بتقول لازم هذا يربح 5-6 وبتطالع، بتيجي النتيجة انه بتضلك متعادل انت وياه لاخر لحظة بيجي هدف صدفة. باقي لي دقيقتين على الفاصل، ابو تركي كلمة أخيرة وش تقول؟ أنا ما في حديث يعلو عن مباراة المنتخب غدا، التوفيق للمنتخب السعودي، وإن شاء الله عنا معكم إخواني اللاعبين. أتمنى التركيز داخل الملعب، أتمنى التركيز بشكل كبير جدا داخل الملعب، اللعب كمجموعة، وبإذن الله دعواتنا القلبية الصادقة للمنتخب السعودي. النتيجة على ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن على الأقل نقدم أنفسنا بشكل جيد في هذه المباراة المهمة ومن ثم مباراة مصر، وبإذن الله ان التوفيق حليف المنتخب السعودي. وشكرا لكم استاذ سعيد. انا بشكرك خي بندر، قعدتني معك. احنا مواصلين بس يعني احنا قبل الفاصل قلنا ناخذ نسمع منك كلمه، نبغى رساله تحفيزيه. الرساله التحفيزيه انا قلتها وراح اكررها، المنتخب السعودي، اللاعبين السعوديين غدا امام المحك، امام المنعطف الخطير صراحه، امام مسؤوليه كبيره بحياه لاعبين السعوديين كلهم، ما راح تكون لحظتهم الا لحظه بكره صراحه. اللحظه ناطرينها بكره من اللاعبين، يحفظوا ما يتوجهون ويحفظوا سمعه الكره السعوديه، ويعني على الاقل يرد الجميل الشيء بسيط للشيء اللي تقدم لهم، وعلى الاقل يعني صراحه انه سمو ولي العهد وجوده وكان مشرف، يعني شفناه كيف قاعد مع رئيس بوتين ومع رئيس الاتحاد الارجنتينو الدولي، يعني صراحه وجود يعني وجود سمو ولي العهد بالمباراه مثل ما ذكرت ابو تركي بهالظروف كلها وهالمشاكل كلها، هيدي اكثر من الدعم المالي كله اللي تقدم له صراحه، يعني صراحه هيدي لازم هي. يا اخوان يا حبايبنا، هيدي شغله ان شاء الله بكره تكونوا او لا تكونوا، بدها تكونوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله يسمع منكم. فاصل قصير، وقفه اعلانيه ونستكمل معكم ساعتنا الثانيه من المونديال. الرياضة مهارة وكرة القدم مهارة، ولما تكون للمنتخب تكون مهارة ومسؤولية. مهارة لأنك لازم تنافس، مهارة لأنك لازم تتميز وتثبت أنك صاحب موهبة، ومسؤولية لأنك تمثل وطنك الغالي. وطنك مو بأي وطن، ورنك المملكة العربية السعودية. بكل مهارة واحتراف نشجع الأخضر. الأخضر كله مهارة، الأخضر كله مهارة، الأخضر كله مهارة. نواصل معكم مشاهدينا حلقتنا من المونديال و تغطيتنا للمباراة القادمة للأخضر السعودي وأمام الأوروغواي وبقية المباريات، وأيضا كل ما يتعلق بكأس العالم. من جديد إلى الزميل عبد الرحمن العابسي هناك في مدينة روستوف، مدينة المباراة غدا بمشيئة الله. عبد الرحمن، يا ليت تعطينا الجديد، آراء الجماهير السعودية، تفاؤلهم، توقعاتهم غدا. شكرا لك يا زميلي بندر.
الوضع كما تشاهد الان جماهير السعوديه في كل مكان متواجدين للمؤازرات والدعم الاخضر السعودي باذن الله مساء الغد باذن الله في مباراته في تمام الساعه السادسه. نقول مبروك للمنتخب الروسي، هارد لك للمنتخب المصري خسارته في هذا اليوم. نتمنى ان شاء الله المنتخب السعودي غدا يقدم مباراه اكثر من راح. ناخذ الجماهير السعوديه بذلك نرحب فيك، تفضل معنا. يعطيك العافيه. حياك الله. خلينا نتكلم معك عن الجمهور السعودي اليوم، انتم حاضرين بكثره في منطقه الفانزو، كيف شفتوا المنطقه؟ كيف شفتوا الجماهير الروسيه؟ كيف شفتوا تاهلهم؟ احاديثكم معهم؟ الحمد لله التنظيم كان ممتاز من الجماهير الروسيه ومن الدوله، والحمد لله الجمهور السعودي متفاعل معنا في كل مكان ويحضر بعزره المنتخب، وان شاء الله المنتخب يبيضها بكره باذن الله باذن الله. طيب متى وصلتوا مدينه روستو؟ والله لي ممكن اربع ايام. تنتظر هالمباراه؟ اكيد. يعني من بعد مباراه الافتتاح على طول وصلت هنا؟ لا بعد الافتتاح، ما حضرت الافتتاح. شفت التدريبات بالمنتخب اليوم ولا شيء؟ لا والله ما شفتها، مقفله كلها. طيب كيف تشوف انطباعاتك عن مباراه الغد؟ باذن المولى 3-2 للسعوديه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلينا نتحدث معك عن استعدادات المنتخب السعودي، الجماهير السعوديه، تفاعلكم. يعني نشوف هنا جروبات منتخب الجماهير السعوديه، كيف حديثكم وانطباعاتكم عن مباراه الغد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بمشيئة الله تعالى ان غدا يكون التفاعل قوي من الجماهير، خاصة ان وجدنا كثير من الجماهير السعودية متواجدين في الروستروف في المدينة، وحضروا من جميع اقصاع روسيا، ونشكرهم على هذه المبادرة، وباذن الله يمثلنا الاخضر خير تمثيل، وباذن الله الفوز ان شاء الله. يعطيكم العافية، ما اخذناكم. خلنا نتكلم معك، يقول لك كيف شفت الفوز اليوم المنتخب الروسي؟ الجماهير الروسية كيف كانت انطباعاتها؟ والله تفاعلها جميل جدا، وقهرونا شوي بالخمسه، لكن عادي نمشي لهم. ان شاء الله بكره معوضه، ان شاء الله يبيضونها بكره ان شاء الله. يبيضونها. يعطيك العافيه. تفضل معنا هنا. مستعدين مباراه بكره؟ باذن الله 100%. انتم في حديثكم مع بعض كجمهور، شوف الجروب، كيف تكون حديثكم عن مباراه الغد؟ كيف انطباعاتكم؟ طبعاً والله احنا كلنا ان شاء الله متفائلين واثقين في اللعيبه ان شاء الله، وان شاء الله يبيضوها يعني. يعني في المباراه الماضيه اللعيبه يعني وصلت لهم رساله من الجمهور الرياضي يعني بعد خساره المباراه الاولى؟ واضحه رساله العتب كانت، وان شاء الله يكون عاد معروف انه الجمهور عتبان عليهم بعد الخمسه تاريخيه في افتتاح، بس ان شاء الله يعوضوه في المباراه الجايه وفي مباراه مصر ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه، بس ناخذ الشباب معنا، اعطوه فرصه، تفضل قدم. يعطيك العافيه. اليوم فوز المنتخب الروسي، جماهير روسيا شفناها تشجيعهم، الجماهير السعودية متواجدة في هذه المنطقة، استعداد مباراة المنتخب السعودي، كيف تشوف الاستعداد؟ كيف تشوف تجمعات السعوديين؟ والله تجمعات الجماهير موجودة بس ما ندري الاستعداد، الله يستر. متفائل بكرة؟ بإذن الله بإذن الله. متفائلين كثير مباراة روسيا وما حصل احنا نبيه، لكن إن شاء الله بكرة إنه اللعيب ما يخيبون ظننا. بإذن الله، بس ما تضمن اللعيب يعني مستواهم، الله يستر نقول. إن شاء الله. بإذن الله فايزين. يعطيك العافية. احنا بنسمع هزوجة من الجماهير السعودية. بعدها بنرجع لك يا فل. شكرا لزميل عبد الرحمن العابسي. عندك يا فندم. شكرا لكل الجماهير اللي تواجدون معاك، دائما متفائلين يا عبد الرحمن. دائما احنا عاشقين للتفاؤل. ان شاء الله ان هذه الاجواء تنتقل لاخواني اللعيبه. وهم يشوفون تيسير الجاسم يقول غضبكم وزعلكم وصلنا، وصل جميع اللاعبين باذن الله انه يوصل اخواني اللاعبين، وصدقني العتب على قد المحبه على ما يقولون، والعشم كان فيهم اكبر. ما زال الامل بقيه باذن الله، امامنا مباراتين يتحسن الوضع باذن الله، ونقدم مباراه جيده في المباراه هذه والمباراه اللي بعدها، والنتائج دائما علمها عند الله، لكن ما زال الامل بقيه باذن الله. استاذ سعيد، الاعلام الرياضي كيف تعامل مع مباريات المنتخبات العربيه؟ اكيد انت تابعت الصحف، المواقع الاخباريه، الدراجات الناريه اللي موجوده خلفنا، والسيارات. طبعا الجماهير الروسيه اليوم مبسوطه فرحانه. اكيد. صراحه التعليقات اللي اجت من دول عربيه يعني اللي انا رصدتها، واللي الاصدقاء اللي كانوا يبعثوا لي وعارفيني انا هون، يعني كانوا عم ركزوا كثير انه الفرقه العربيه نتيجه منيحه، انه خسروا الفرق الاول ثلاث مباريات باخر الوقت بواحد صفر، يعني بواحد، عرفت كيف؟ انه هيدي كانت تعتبر نتيجه جيده للكره العربيه، عرفت كيف؟ ولكن بالمحصله هلا انه مبين انه الفرقه العربيه عندها يعني بعد في عندها هوة كبيرة لتصير موندياليه،
حتى المغرب وتونس يعني اللي هن مفروض فيهم لاعبين المحترفين بأوروبا، ومثلا بس السعودية مش موجودين تقريبا. إن شاء الله على المستقبل اللي يبدو أنه رح يصير هالشي، بس بدنا نصبر بعد. ف يمكن يكون في مثلا الفرق شمال أفريقيا، يعني الفرق الثلاثة الأفريقية العربية الموجودة هلأ متمرسين أكثر في المباريات الدولية وفي في المونديال، وبين بالنتائج لحد هلأ اللي صارت أنه قدروا يعني يكونوا ند للند مع الفرق اللي لعبوا ضدهم. يعني الفرق العربية الثلاثة الباقية غير السعودية لعبوا ند للند وهددوا وتعادلوا تقريبا وخسروا بعدين وسجلوا أهداف. يعني في الفرق العربية سجلت أهداف، سجلنا هدفين معلش بس هزوا الشباك. بينما صراحة الفريق السعودي إذا لاحظنا الحارس الروسي ما 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 وصلت كرة من لاعب سعودي كل المباريات. يمكن هذه المعلومة. ما في أي تسديدة ترى على المنتخب الروسي؟ صار في تسديدتين يعني قريبين من القائم، بس إنه على الحارس وهي صد لهم إياها ما حصلت. أنا هذه انتبهت لها، يمكن ما بعرف إذا كانت مضبوطة ولا لا. فمن هون يعني حصل الفرق. اللاعبين المنتخبات اللي ما فيها لاعبين محترفين بأوروبا بين الفرق في الأداء، في الخطط، في النتيجة، في المهارات. يعني أنت ولا عندك مثلا صراع ثنائي بين لاعب سعودي ولاعب روسي كان انتصار لنا، عرفت كيف؟ ولا مرة كان في باس مثلا صحيح، عرفت كيف؟ دائما الكرة مقطوعة، يعني التمركز غلط، الدفاع مكشوف، الهجوم بلا أسنان أبدا، ما في شيء أبدا. كنا نقول انه الخط الوسط ونسمي الاسماء وهو الوحيد اللي ممكن يصمد وكذا، حتى خط الوسط ما طلع منه شيء. نتمنى اذا صار في تغيير اربع لاعبين يعني يتغيروا. طبعا ما فيش فرق بينهم وبين اللي بده يلعبوا محلهم بالمستوى كثير من ناحيه فنيه، بس يمكن من ناحيه معنويه، يمكن من ناحيه هيك يعني نفسيه ممكن يكون الجو احسن لهم. والله بالتوفيق من الله، يعني اكثر من هيك ما فينا نقول. صحيح، التوفيق من رب العالمين. وش اكثر شيء تخاف على المنتخب بكره عبد الرحمن؟ والله اتمنى انه ما يكون في يوم زي المباراه الاولى. لا، انا اتمنى اول شيء ان ما نستقبل هدف على الاقل في البدايه. هذه مهمه جدا، لان المنتخب محبط ومن خساره بخمس اهداف، فلما لا سمح الله تستقبل هدف في مباراه حيسبب احباط. انت الان تبغى تطلع اللعيبه من الاحباط اللي كانوا فيه. فاتمنى ان ما نستقبل هدف، نركز، يكون في تركيز بدايه المباراه. دائما يقولون في عرف كره القدم، في عالم كره القدم، في بدايات المباراه او في نهايه الشوط الاول او بعد اي هدف، هذه اوقات مهمه جدا يقل فيها التركيز. اتمنى من اخواني اللاعبين ان شاء الله انكم مركزين طوال المباراه. شكرا لك ابو تركي، يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ سعيد، يعطيك العافيه. مواصلين معكم حلقتنا بعد فاصل قصير، نستقبل ضيف جديد. حياكم الله متابعي المونديال في الجزء الأخير وساعتنا الثانية اللي نتحدث فيها عن كثير من الأمور المتعلقة بكأس العالم. نرحب بالأستاذ سلطان اللحياني، الناقد الرياضي المعروف. حياك الله أستاذ سلطان. الله يحييك ابن نواف، أمسي عليكم، أمسي على السادة المشاهدين والمستمعين. أحب أبارك وأتقدم بأسماء التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة ولشعبنا الغالي والوطن أجمع بحلول عيد الفطر المبارك، الذي أسأل الله أن يعيد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أفضل صحة وأحسن حال، وأن يدوم علينا العزة والأمن والرخاء على بلادنا خاصة وعلى بلاد سائر المسلمين. آمين. كل عام وأنتم بخير والجميع بخير، والله يجعل أيامنا وأيامكم كلها أفراح وبهجة وسعادة. اليوم ثلاث مباريات في كأس العالم في دور المجموعات. نذكركم بشكل سريع، اليابان تغلبت على كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، وبذات النتيجة السنغال فازت على بولندا، وروسيا أيضا فازت على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
روسيا أول منتخب إلى الدور الثاني. بصراحة يعني بعد مباراة الأولى المنتخب الروسي الجميع يعني أجمع أو أغلب النقاد يعني ما توقع أن المنتخب الروسي يسير بسهولة إلى الدور الثاني مع النتيجة الكبيرة اللي قدمها، لأنه بصراحة المنتخب السعودي ما ظهر بالصورة المميزة اللي مفترض يظهر بها، أغلب اللاعبين كانوا بعيد عن التركيز، مستوى المنتخب كان مغاير جدا للوديات اللي كانت قبل المونديال بفترة بسيطة، ولكن أثبت اليوم المنتخب الروسي أنه منتخب تكتيكيا عالي جدا، يمتلك لاعبين يقدرون يعني يحسمون المباراة في أي وقت، منتخب صبور، منتخب يسير بتكنيك عالي، ترابط كبير عنده في الخطوط، التنظيم الدفاعي أعتقد هو اللي قاد روسيا إلى الدور الثاني كأول منتخب من مباراتين. بصراحة منتخب يستحق، منتخب وإن كان قبل البطولة يعني لعب أكثر من 8 و7 وديات أغلبها ما حقق فيها أو كلها ما حقق فيها نتيجة الفوز اللي أخرته كثير في الترتيب على المستوى العالمي، ولكن منتخب استفاد من أرض الجمهور، منتخب على الرغم من النقص اللي حصل له قبل البطولة اللي أبرز نجومه سواء خط الهجوم، ولكن أثبت اليوم منتخب الروسي أنه منتخب ثقيل، منتخب يعني يمتلك لاعبين أصحاب ثقة عالية في أنفسهم، يمتلك مدرب جدا مميز في عملية يعني كان يعمل الترابط بين الخطوط بشكل كبير، منع أي فرصة للمنتخب المصري أنه يوصل للمرمى بسهولة، وشفنا حتى هذا التنظيم الدفاعي منع أي فرصة توصل لحارس المرمى تقريبا من مباراة المنتخب السعودي إلى تقريبا دقيقة 70 مباراة اليوم. شوف احتفالات الجماهير الروسية سلطان. بالتأكيد الجماهير الروسية. الشوارع خلفنا هنا في الساحة الحمراء. بالتأكيد المباراة على أرضهم والجماهير كانت محتفلة من أول يوم البطولة أو من قبل البطولة، كانوا يأملوا كثير على هذا المنتخب من بعد آخر بطولة رسمية لعبها هذا المنتخب اللي هي بطولة القارات العام الماضي. منتخب يعني كان إعداده طويل ومدة سنة كان بعيد عن المباراة الرسمية، ولكن يمتلك مدرب قدير، يمتلك لاعبين عندهم الحلول الفردية، أصحاب قوة بدنية، أصحاب مهارة، أصحاب انضباط وترابط تكتيكي كبير بين. وبعدين مثل هذه البطولة، البطولات الكبيرة، التظاهرة العالمية الأكبر أو الأضخم على مستوى العالم، شوف كيف الجماهير الروسية سلطان مع مخرجنا عبد العزيز الوليعي صحيح في الساحة الحمراء القريبة والمجاورة لمبنى الكرملين الشهير، احتفالات، أغاني، هزيج، الجماهير الروسية أيضا حط التواجد الأجهزة الأمنية لتنظيم طريقة سير المشجعين والجماهير. طبعا هذا الدعم وهذا التحفيز من الجماهير منتخب روسيا اللي حضر هذه البطولة يعرف كيف عشق هذه الجماهير لمنتخبها، يعرف كيف حماسها لمنتخبها، يعرف كيف أتوقع أن هذه البطولة حتزيد من شعبية كرة القدم في دولة روسيا، حتزيد من الاهتمام من المسؤولين على كرة القدم في المنتخب الروسي. النتائج اللي قدمها إلى الآن المنتخب الروسي نتائج جدا مميزة، نتائج أفضل مما كان متوقع لها قبل البطولة. وبعدين ممكن نقولنا من مصلحة البطولة تأهل روسيا أو صحيح. وصولها إلى أدوار متقدمة على صح. اعتبار الجمهور، التفاعل، التسويق، صحيح دعم الاهتمام. الشواهد كثيرة في بطولات سابقة كان لما يخرج البطل يقل الشغف الجماهيري، يقل حتى الاهتمام، يقل حتى المتابعة، حتى أجواء كأس العالم داخل هذا البلد تجدها معدومة، ولكن متى ما حقق منتخب المستضيف البطولة نتائج مميزة ومتى ما وصل لمراحل متقدمة تأكد أن الشعبية لهذه اللعبة حتزيد في الجهاد، وحتى أجواء الحضور الجماهيري، الدعم، التشجيع، المساندة حتكون في أوج يعني فترة. صحيح، وإذا غادر مبكرا البلد المنظم والبلد المستضيف تتأثر البطولة. من جديد نعود إلى الزميل عبد الرحمن العبسي في مدينة كروستوف التي ستقام عليها غدا بمشيئة الله مباراتنا أمام منتخب الأوروغواي. جماهير سعودية أشوفهم خلف زميلنا عبد الرحمن متفائلة إن شاء الله، وإن شاء الله أمنياتها ودعواتها ووقفتها للمنتخب السعودي. بالمناسبة عبد الرحمن يا ليت تتشكر لي منهم فردا فردا على تواجدهم مبكر في هذه المدينة لمؤازرة ومساندة الأخضر إن شاء الله غدا بالرغم من الخسارة القاسية التي تعرض لها المنتخب في المباراة الأولى. يعطيك العافية زميلي بندر، والله يسمع منك. بالمناسبة يا شباب، زميلي بندر الشهري مذيع قنوات كيس سبورت يتشكر منكم جميعا وجودكم ومساندة الأخضر. نبدأ معك، نقول لك حياك الله ويعطيك ألف عافية. جمهور السعودي دائما في كل مكان متواجد، اليوم تواجدون في روستوف
قبل يومين من بداية المباراة. غدا بإذن الله منتخب السعودي سوف يكون متواجد وبإذن الله يقدم ما هو مأمول منه. الحقيقة احنا ما جينا من المملكة العربية السعودية انا واخوياي وجميع السعوديين وجميع العرب الموجودين هنا في روستوف الا لدعم المنتخب السعودي، دعم اللاعبين. احنا عندنا رسالة اوجهها انا، رسالة للاعبين نيابة عن اخوياي، واتمنى ان الجمهور السعودي الاخر يقدم نفس الرسالة هذه. انا اقول للاعبين احنا كلنا ثقة فيكم، والله ما جينا لمشاهدتكم تلعبون، لو بنشاهدكم تلعبون بس عندنا في السعودية تلعبون عندنا الملاعب كثيرة، لكن جينا لأن احنا متأكدين انكم بترفعون راسنا وبتبيضون وجهنا. الفريق هذا فيه نجوم ونجوم على قدر الثقة، لولا ان في ممكن يحصل عندهم ضغط نفسي، ضغط جماهيري، ضغط إداري، لكن اللاعبين هذول نجوم على مستوى العربي، ما في أفضل منهم. لذلك أنا متفائل إن شاء الله أنهم راح يبيضون الوجه، وبإذن الله احنا تاريخنا أبيض مع الأوروغواي، بإذن الله راح نفوز بكرة بإذن الله. كلامك جميل جدا، إن شاء الله تصل رسالة للاعبين منك ومن زملائك. على مستوى الاستعداد المنتخب السعودي، تشوف كيف انطباعات الجماهير السعودية حول مباراة الغد؟ والله لا أخفيك سرا، الجمهور السعودي يعني في نوع من التشاؤم قليلا بسبب يعني تغيير مدرب مارفيك مثلا، الاتيان بباوزا بعد باوزا، بيتزي حاول يتعرف كثير على لاعبين، تغييرات كثيره الوقت، يعني اتوقع لم يسعف بيتزي لي يعني اضافه النوع التكتيكي والاستراتيجيه التكتيكيه للعب، لكن اتوقع ان الروح تغلب اي شيء. نتمنى لاعبين الخبره ان يكون لهم دورهم بكره باذن الله. يعطيك العافيه، شكرا على كلماتك الجميله. شكرا لك. ايضا احد الجماهير المتواجده معنا، يعطيك الف عافيه، حياك الله معنا. يقول زميلك بانه لم تحضروا من السعوديه مجموعه مشاهده اللاعبين تشاهدون في المملكه العربيه السعوديه في كل ملاعب، متواجدين لدعم ومؤازره الاخضر. الحقيقه احنا جينا بعد المره الاولى، لو احنا كنا يعني مو متفائلين بالمنتخب كان ما جينا بعد المره الاولى، لكن ثقتنا في المنتخب ودعمنا لهم جينا بعد المباراه الاولى، ومتواجدين بكل حماس وتفاؤل لحضور مباراه الغد ان شاء الله ونحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. شفت اليوم جماهير الاوروغواي كانت تتكلم معكم، كان في تحديات بينكم؟ والله الاوروغواي من اول ما جينا هم معانا من دبي في الطياره الى روستوف، وفي بيننا وبينهم يعني حديث، لكن ان شاء الله بكره كلمه اللاعبين بتكون الاولى، نبغى اللاعبين يحضرون بمستواهم اللي نعرف عنهم. حضور المنتخب شخصية راح ان شاء الله تجيب النتيجة الايجابية ان شاء الله. متفائل بانه المباراة الاولى ان شاء الله راح تنعكس ايجابا على اللاعبين؟ والله ان شاء الله باذن الله انها تكون في رد فعل ايجابي من اللاعبين، من الجميع، من المدرب برضه يكون حضوره بشخصية في الملعب. نبغى نشوف التكتيك في الملعب، نبغى نشوف اللاعبين يلعبون، وان شاء الله متفائل بالمستوى والنتيجة باذن الله. ان شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ان شاء الله. ايضا ناخذ احد الجماهير المتواجدة معنا، حياك الله. بس تعطيني شيء بس الكادر. الجمهور السعودي ان شاء الله انهم متفائلين، احنا تفائلنا المباراه الاولى ولكن ما من الله كتبها. في هالمباراه ان شاء الله انه نقول اللعيبه وصلتهم رساله، ان شاء الله نفسيا هم افضل ما كانوا المباراه الماضيه. شوف الصراحه يعني تقريبا المشجعين السعوديين يعني في تشاؤم شوي من المباراه الاولى، ومعهم حق على يعني كان مستوى سيء الصراحه، كنا نتمنى افضل، لكن باذن الله الكاس العالم السنه هذه جالس الناس جالسه تشوف مفاجات كثير، يعني ما استبعد ان شاء الله، وانا متفائل جدا جدا ان مباراه بكره مع الاوروغواي ان شاء الله المنتخب راح يقدم اداء كبير باذن الله. انت في نظرك انه ولو خسر المنتخب السعودي قدام الاوروغواي ولكن اذا كان في مستوى؟ بالضبط، اذا كانت هزيمه مع مستوى والله شيء يفرح الجمهور، بالعكس يشوف اللاعبين يبذل مجهود، يعني شيء يفرح، لكن زي مباراه روسيا صراحه كانت من غير مستوى وهذا اللي زعل الجمهور، عشان كذا بس. طيب ان شاء الله تقول بكره كم تتوقع المباراه؟ اتوقع ممكن تكون 1-0 او 2-1 باذن الله. الله يعافيك. شكرا لك. الله يحفظك. هذه زميلي بندر، حديث الجماهير السعوديه المتفائله. كما تشاهد خلفي تماما منطقه الفيفا فان وفيفا زوم خلت تماما من جماهير روسيه وكذلك من جماهير المصريه والاورجواينيه، والسعوديه تبقى فقط هم اللي بجانبي، اخذنا معهم هذه اللقاءات. ان شاء الله قدمنا ماده والجماهير الرياضيه السعوديه ظهرت على قناه كيس سبورت للتعبير عن شعورها وارائها ودعمها، وباذن الله ومساندتها للمنتخب السعودي والاخضر. باذن الله كلنا معاك يا الاخضر. بندر عندك الكلمه الرافعه. شكرا عبد الرحمن، يكفينا العلم اللي خلفك، علم المملكه العربيه السعوديه، الرايه اللي دائما خفاقه بمشيئه الله في كل المناسبات، في كل المحافل، على كافه الاصعده، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا، وكل مكان في انحاء المعموره. العلم اللي دائما نفتخر فيه ونعتز بتواجده في اكبر
المسابقات والتظاهرات العالمية والكرنفالات لمنتخبنا أو حتى أنديتنا التي دائما تسجل حضور كبير في محفل كبير مثل البطولات الكبيرة أو المسابقات على مستوى المنتخبات أو الأندية. كل التوفيق للأخضر إن شاء الله غدا وللاعبين لصقورنا. زميلنا عبد الباري اللي تواصلنا معه قبل قليل نعود له من جديد في شارع عربات الشارع الشهير في موسكو حيث الجماهير السعودية حيث الأجواء الجميلة. بالمناسبة اليوم أجواء متقلبة في موسكو عبد الباري، الأرصاد الروسية تحذر من أمطار ورعود وبرق وأجواء متقلبة بشكل عام. صحيح صحيح زميلي بندر، أجواء متقلبة. أنا كان ودي أني جايب الجاكيت معاي لأن ما شاء الله الهواء بدأ يبرد، وهنا في شارع عربات الاحتفالات لا زالت مستمرة من الجماهير الروسية بعد فوزهم على مصر. أيضا في هذا الشارع يتواجد العشرات والمئات من السعوديين اللي حاضرين هنا وتابعوا مباراة روسيا ومصر. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك حبيبي. كيف شفت مباراة روسيا ومصر هنا؟ والله مباراة صعبة صراحة. روسيا الى الان هي واضح انها هي الحصان الاسود في البطوله، مع انها هي المنظمه لكن واضح انها هي الحصان الاسود. مو متوقع لا المباراه الاولى ولا مباراه مصر، قدموا اداء جدا كبير وقوي، وفي واجسامهم صراحه تساعد في رقم هذا 22 اتوقع ما شاء الله كاسح، بس نقول يا رب بكره. كيف تشوف اجواء الجماهير الروسيه داخل المطاعم وهنا ايضا في شارع عربات؟ والله ما شاء الله زي ما انت شايف اجواء جميله وجمهور متفاعل، ويعني حتى بعد ما فازوا في مباراه السعوديه يعني ما شاء الله عليهم كانوا يشوفونا، ما كان في يعني مضايقات، بالعكس كانوا يواسونا وكذا، واليوم مبسوطين. وانت كيف شايف الاجواء هنا في عربات، هنا ولا الساحه الحمراء بصراحه؟ طبعا هنا في شارع عربات احس انه تفاعل الجمهور و تقريبا افضل ومنظم افضل من الساحه الحمراء تقريبا، الساحه الحمراء غير مرتب وفي شوي نوع من عدم الترتيب خاصه في الاحتفالات تقريبا. غدا عندنا مباراه مهمه امام اورجواي، كيف تشوف الاجواء؟ يعني وش الشيء اللي تتمناه من المنتخب؟ والله اتمنى ان شاء الله انهم يطلعون بنتيجه طيبه، يعني على اقل تقدير التعادل او اذا هزمنا 1-0 او 2-0. اهم شيء اداء مشرف، اهم شيء اداء مشرف ويبيضون الوجه ولا تكون مثل مباراه الافتتاح. جميل، وانت وش رايك؟ لا ان شاء الله اتوقع ان صقورنا بيبيضونها بكره ان شاء الله، ان شاء الله بس نكون قد الهمه بكره، يعني زعلونا اول مباراه بس ان شاء الله ما يزعلونا ثاني مباراه باذن الله. رايح المباراه؟ لا والله ما راح، بكون في فان زون ان شاء الله. وانت حتحضر المباراه؟ ان شاء الله باذن الله. مسافر لها؟ ان شاء الله بكره الصباح. وش الشيء اللي تتوقع من المنتخب واللي تتمناه؟ والله ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يطلعون اداء افضل من مباراه الافتتاح مباراه روسيا، وان شاء الله اتمنى تكون تعادل وناخذها كسبها ان شاء الله قدام مصر ان شاء الله. كذا هذا السيناريو المتفائلي ها؟ هذا نكسب نتعادل مع اورجواي ونكسب مصر ان شاء الله ما ندخل، وروسيا تكسب ان شاء الله اورجواي ونتأهل احنا وروسيا ان شاء الله سوا. جميل، وانت وش رايك؟ والله متفائل خير باذن الله، 1-0 ان شاء الله للسعوديه ونفوز على مصر وان شاء الله نتأهل. جميل، الشباب اللي ورا هنا ودي اطلعكم كلكم ماشي، لكن ما شاء الله تبارك الله السعوديين كثير. نتعرف عليك وكيف شايف الاجواء هنا في شارع عربات؟ محمد كنساره، طبعا اجواء حقيقه اكثر من رائعه، عايشوك الجو حقيقه مع اخوان المصريين سواء ولا السعوديين، جمهور المصري الشقيق متواجد بكثافه وايضا جمهورنا الشقيق، وان شاء الله نتمنى المنتخب السعودي الافضل في مباراته غدا، ويكون انه تعلم من اخطائه السابقه في المباراه السابقه، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله حنكون مساندينهم ان شاء الله على مباراه غدا. راح تحضر المباراه؟ اي نعم بالتاكيد، نعم وجودنا هنا عشان ندعمهم ونحضر المباراه. جميل، اذا مشاهدينا مثل ما انتم شايفين هذا العدد الكبير من الجماهير، الكل وده يعني يحضر، اللي ما راح يحضر راح يتابع المباراه في الفان زون المنطقه المخصصه لمتابعه المباراه، وايضا في كثير عدد كبير من الجماهير السعوديه راح يسافر وراح يحضر المباراة، ونتمنى من أخضرنا الأخضر الجميل اللي عودنا على المستويات الرائعة قدام أودية ألمانيا أنه يعني يقدم أداء مشرف يليق بالأخضر اللي تعودناه. أيضا يعني قبل ما أختم من أول ودك تطلع معنا، يا مرحبا. أعرف. كيف شايف الأجواء هنا في شارع عربات؟ حلوة. هنا ولا الساحة الحمراء؟ هنا. ليش؟ أكثر هدوء صح؟
جميل. طيب إذن قبل ما نودع المشاهدين ودنا نسمع من الجماهير السعودية الحبيبة هزوجة للمنتخب عشان مباراتهم أمام أورجواي. يلا 1 2 3 أو يا سعودي أو يا سعودي أو 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 يا سعودي أو يا سعودي أو شكرا لعبد الباري يعطيك العافية على هذا الجهد. شكرا لكل الجماهير المتواجدة معك. إن شاء الله الله لا يخيب ظنهم ولا مؤازرتهم ووقفتهم وحماسهم للمنتخب السعودي. ملعب المباراة غدا ملعب روستوف. الزملاء في إعداد المونديال عبد العزيز الناجي صالح مرشد قدموا لنا تقرير وجهزوا لنا هذا التقرير الذي يتحدث ويلخص لنا ويقدم لنا معلومات عن هذا الملعب. ملعب روستوف أرينا 4 مباريات في مرحلة المجموعات ومباراة واحدة في الثمن النهائي، بما في ذلك لقاء المنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي، فضلا عن مواجهة الثمن النهائي بين متصدر المجموعة 7 وثاني المجموعة 8. يقع الملعب بمنطقة خلابة في مدينة روستوف على الضفة اليسرى من نهر الدون، ويتسع ملعب روستوف أرينا لما يصل إلى 45,000 متفرج، علما بأنه بني خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم 2018. كان هذا التقرير عن ملعب مباراة الغد بمشيئة الله التي ستقام بين منتخبنا ومنتخب الأوروغواي. أنا قبل شوي أستمع لآراء الجماهير، يعني وش يمنع بكرة نتعادل مع الأوروغواي سلطان، نفوز على مصر إن شاء الله، روسيا تفوز على الأوروغواي في المباراة الأخيرة ها ونتأهل. ترى ما في شيء مستحيل في عرف كرة القدم، ما في شيء مستحيل، لكن في تفاصيل وفي يعني قياس المستوى الفني هو ليح. احنا الان بعد المباراه الاولى ترى كل الشارع الرياضي يطمح ان يظهر المنتخب السعودي بمظهر مميز، مظهر على الاقل مشهود او معروف عن المنتخب السعودي. الشيء اللي حصل في مباراه الاوروغواي بالتاكيد شيء يعني احبط الجميع، احبط كل محب للمنتخب السعودي، احبط اللاعبين، احبط الجهاز الفني، احبط كل القائمين على المنتخب السعودي. الجماهير اللي بصراحه حضرت ووصلت هنا بكثافه كانت جدا محبطه، ما خرج لاعبي المنتخب السعودي بمستوى يليق بهذا المنتخب، يليق بهذا المنتخب اللي وصل بكل جدارة لهذا المونديال. بصراحة كان الطريق جدا صعب، اللي يعد له إعداد أكثر من مميز سواء مباراة ودية وحتى في كل مراحل الإعداد لهذا المونديال، حتى في آخر مباريات الاستعدادية كان المنتخب السعودي صاحب حضور. يعني بصراحة حتى وسائل الإعلام العالمية ذكرت أن المنتخب السعودي منتخب مميز، خاصة بعد آخر مباراتين أو 3 مباريات مع إيطاليا والبيرو وألمانيا. توقع الجميع أن يظهر المنتخب السعودي بمظهر مميز يعني مشرف، أفضل من الظهور اللي ظهر به. عطانا بصيص أمل في بعض المباريات الودية. نعم للأسف. بس وش اللي حصل؟ وش اللي تغير؟ أنا أعتقد أنه دخول اللاعبين بارتباك كبير، بفقدان الثقة عند أغلب اللاعبين، بعدم التركيز للتفاصيل الصغيرة. يعني أنا لو تلاحظوا يعني الفوارق ما كانت كبيرة في بداية المباراة، ولكن الهدف المنتخب الروسي أراحه كثير. لو المنتخب السعودي اهتم بشكل اكبر، لو ما غامر، لو ما هاجم، لو ما لعب ضغط عالي على الاقل، او جعل من خطوط متقاربه ضغط متوسط، اتوقع ان يجد صعوبه المنتخب الروسي في حتى الوصول. وكل ما مر الوقت على المنتخب الروسي كان حيكون هذا الشيء محبط لهم اكثر، حيكون الضغوط عليهم بشكل اكبر. ولكن الهدف الاول بصراحه يعني حصل في اول 10 دقائق، اتبع كذلك الهدف الثاني كلها من اخطاء فرديه. اغلب اللاعبين ما كانوا في حضورهم الفني اللي نعرفه، اغلب اللاعبين ما كانوا يعني مركزين بشكل كبير، التمريرات يعني تمريرات بسيطه كانت خاطئه. صراحه مباراه اتمنى يعني كابوس لكل محبي الكره السعوديه. انا متاكد وهي رساله للاعبين، اللاعبين هذا الاحباط اللي حصل لكل محبي الكره السعوديه بالتاكيد وقعوا اكبر على لاعبين المباراه. مباراه للنسيان. انا متاكد ان اللاعبين محبطين بشكل اكبر،
زعلانين بشكل أكبر، متذمرين من الصورة اللي ظهروا بها أمام العالم بشكل أكبر وأكبر. طيب هل حنا سلطان قسينا عليهم ولا لا؟ ولا كانت ردة فعل منطقية؟ لا، ردة الفعل منطقية قياسا على ما كنا نطمح من المنتخب السعودي، على ما كنا نرى من مستوى يقدم المنتخب السعودي، على ما كان كل الشارع الرياضي يرى من الإعداد اللي يعده المنتخب السعودي. بصراحة كان الإعداد جدا مميز، مدرب على مستوى عالي، صاحب سيفي عالي، وإن كان لديه أخطاء ولكن الدور كامل داخل المباراة 90 دقيقة يأتي على اللاعبين متى ما كانوا في حضورهم الذهني بشكل مميز، متى ما كانوا متعاونين بشكل أكبر، متى ما كان التركيز. أخوي بندر بالنسبة للمباريات تفاصيل صغيرة يعني تغير كثير من مجرى المباريات، ممكن تخطي في عملية تمرير تستقبل هدف يحبط الفريق بشكل كامل. أنا أتمنى ورسالة لكل لاعبي المنتخب السعودي، كلنا آمال فيكم ولا زلنا نثق فيكم ولا زلنا نطمح أن يقدم المنتخب السعودي صورة مميزة. مباراة الغد هي مباراة رد الاعتبار، نعلم ما أنتم عليه مستوى عالي، مباراة بكرة تحتاج تركيز عالي بشكل كبير، تحتاج تركيز ذهني بشكل كبير. في تفاصيل بسيطة جزء من الثانية تخطئ في تمريرة أو تخطئ في عملية تغطية أو تخطئ في عملية تمركز، تأكد أن هذا الضرر حيضرك أنت شخصيا كلاعب، اللاعب المخطئ حيضر المجموعة، اللاعبين اللي معك، حيضر الجهاز الفني والإداري وكل من خلف هذا المنتخب حتى المحبين والجماهير السعودية. فبإذن الله متى ما كانت عدم الاستعجال موجود، متى ما كانت الثقة في لاعبين الموجودة، متى ما كان اللعب على الأمان بشكل أكبر، تأكد كل ما سار الوقت بشكل كبير على منتخب أورغواي حيصير الضغط على منتخب أورغواي بشكل أكبر، وهذا ما شفناه مع المباراة الأولى لمنتخب أورغواي اللي هو المرشح الأول لهذه المجموعة، كيف عانى مع المنتخب المصري لآخر دقيقة سجل هدف الفوز. فنتمنى، وحتى هدف الفوز بالنسبة للمنتخب المصري كان من خطأ فردي للاعب في عملية التغطية، وهذا الشيء اللي حصل لنا في مباراة روسيا. أتمنى أن يتدارك كل اللاعبين، أن يتكاتفوا، أن يتعاهدوا على أن يكون كل اللاعبين في أفضل تركيز. الجزء من الثاني هذا يفرق معك في نتيجة، إما تكون لك أو تكون عليك بشكل كبير. فأتمنى يكون التركيز بشكل عادي تقديرا لكل ما عمل لهذا المنتخب. كان إعداد بشكل جدا مميز، كان الزحف الجماهيري من التصفيات ومن حتى الأدوار النهائية اللي وصلنا فيها لبطولة كأس العالم، كل الأمور كانت بشكل إيجابي. بصراحة سقطت الافتتاح أمر بصراحة أحبط الجميع، ولا زال لدى اللاعبين اللي كلنا ثقة فيهم، اللي كنا نأمل أن يقدموا على الأقل مستواهم اللي نعرف عنهم، اللي عودونا عليه في المباراة الماضية، وبإذن الله حيكون في المستوى صحيح. منتخب أورغواي منتخب مسهل، منتخب مرشح أن يوصل للأدوار النهائية، والمنتخب وهجوميا من أفضل المنتخبات هجومية تقريبا، من المنتخبات اللي يعني القليلة اللي تلعب بمهاجمين بنفس الجودة بلاعبين صندوق. أتكلم عن كافاني وعن سواريز، صراحة لاعبين على أعلى مستوى بنفس الكفاءة. فأتمنى التركيز من الجانب الدفاعي ومن التنظيم الدفاعي على كل الأمور. اعتمد منتخب أورغواي زي ما يعرف وما شفنا في المباراة السابقة وحتى المباراة الأخيرة مع مباراة مصر على 4-4-2 كلاسيك، اللي هي رأسين حربة وده محورين، محور متقدم ومحور متأخر، ولاعبين على الأطراف اعتمد بشكل كبير على الكرات العرضية مع الأطراف، على تبادل المراكز بين كافاني والطرف اليسار أو حتى بين سواريز والطرف الأيمن. هذه الأمور تحتاج تركيز وثقافة أكبر في التمركز وفي التركيز وفي التغطية بشكل كبير قبل الكرة وحتى مع الكرة، وبإذن الله إن المباراة هذه تكون رد اعتبار الكرة السعودية، رد اعتبار للاعبين إن شاء الله. إنهم بإذن الله حيكونوا أهل للمسؤولية ويعطونا مستواهم اللي عهدنا عنه إن شاء الله. أيضا من بين الجماهير المساندة للأخضر في مدينة روستوف غدا بمشيئة الله متسابقي الدراجات النارية اللي التقاهم الزميل عبد العزيز الحميد وأعد لنا هذا التقرير. حياكم الله، أنا من روستوف التقيت بهالشباب يعطيهم الصحة والعافية، جايين على هالدراجات النارية، يعطيكم الصحة والعافية، ما قصرتوا. حياكم، معاكم فريق الرحالة جوع الدراجات النارية من جدة إلى روستوف. طبعا نشكر الخطوط السعودية أولا والشحن الجوي، شحنوا الدراجات من جدة إلى فرانكفورت، ومن فرانكفورت مشينا على الدراجات إلى المنطقة هذه اللي هي روستوف، قطعنا تقريبا 3100 كيلو إلى هنا، وإن شاء الله هنتابع مسيرتنا مع الفريق أو المنتخب إلى نهاية المرحلة الأولى. أنتم مسوين جو حلو صراحة من اليوم وأنتم جايين بهالدراجات، والأغاني الوطنية شغالة. إحنا من موسكو إحنا بادين الموضوع هذا. نعم، ورا المنتخب، نشجع المنتخب، ندفع المنتخب، اللي فات مات، إحنا عيال اليوم. يعطيك العافية.
من وين انطلقت الفكرة انكم تسوون هالاجواء الحلوة؟ والله الفكرة انطلقت من انا واخوي الكابتن طلال عبيد، انطلقت الفكرة فكلمنا الرود كابتن الكابتن احمد برناوي فايدنا بالفكرة، وكذلك الكابتن سلطان ايد الفكرة واجتمعنا، ونشكر الخطوط السعودية حقيقة على المجهودات اللي بذلت معانا الكارغو والخطوط السعودية، ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ما قصرت، السفير الله يجزاه بالخير استقبلنا أحسن استقبال، والشعب استقبلونا أحسن استقبال، بلد راقية حقيقة من شوارعها من تعاملها، حقيقة ما شفنا أي عائق في البلد هذه. العافية. أكيد أنتم تمشون بالدراجات بالأعلام، أكيد في ناس يصورون معاكم يتكلمون معك. بالضبط، هذا الشيء اللي شفناه نحن من بداية الطريق، أول ما خرجنا من فرانكفورت لين وصلنا روستوف، يعني ما شاء الله تبارك الله الناس يحيونا يعني في الطريق، ووقفونا في ناس يعني بدرجة إنه وقفونا وتصوروا معانا يعني، والحمد لله. ونحن مجينا يعني روستوف اتفاجأنا بالشيء هذا، ومن بداية موسكو يعني اتفاجأنا بعمائرها وأهلها، يعني مرحين وفرحين ومبسوطين يعني الصراحة من الشيء اللي نحن مسويين، وهذا كله الصراحة لجل المنتخب السعودي. كلنا لجل المنتخب، يعطيك العافية. كنت طلال عبيد من المدينة المنورة. شو الدافع القوي اللي خلاك بهالدراجة النارية تحضر من ألمانيا لهنا؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطننا الغالي، يشهد الله لا غير وطننا. ما جينا من إن شاء الله إن شاء الله من ألمانيا إلى السعودية، وإن شاء الله رافعين رؤوسنا بإذن الله. الجماهير السعودية بكل اهتماماتها تؤازر وتقف مع الأخضر السعودي في كل مكان. الرحالة السعوديين يعطيهم العافية، شكرا لهم على هذا الدعم اللي قطعوا مسافات طويلة للحضور لمؤازرة المنتخب ومساندته غدا إن شاء الله. شكرا للزميل عبد العزيز الحميد على هذا التقرير. وقفة إعلانية وراجعين، لا تذهبوا بعيدا. الرياضة مهارة وكرة القدم مهارة، ولما تكون للمنتخب تكون مهارة ومسؤولية. مهارة لأنك لازم تنافس، مهارة لأنك لازم تتميز وتثبت أنك صاحب موهبة، ومسؤولية لأنك تمثل وطنك الغالي. وطنك مو بأي وطن، وطنك المملكة العربية السعودية. بكل مهارة واحتراف نشجع الأخضر. الأخضر كل مهارة، الأخضر كل مهارة، الأخضر كل مهارة. حياكم الله متابعينا، مسيرة الجماهير الروسية لا تتوقف، الأفراح تتواصل في الساحة الحمراء، وهنا قريبا من موقع الاستوديو الأفراح الروسية الجماهير بعد تأهل روسيا إلى الدور الثاني وفوزها اليوم على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. صورة مباشرة من مخرجنا عبد العزيز الوليعي لنقل الصورة لكم من الساحة الحمراء وطريقة تواجد الجماهير الروسية، أيضا بمشاركة الجماهير الأخرى لبقية المنتخبات احتفالا بالفوز الثاني للمنتخب الروسي على منتخب مصر الشقيق. حظا وافرا للأشقاء في مصر. كنت متوقع مثل هذه النتائج سلطان؟ لا، بالنسبة لمباراة مصر ما توقعنا هذا الحضور يكون المنتخب المصري، خاصة مباراة اليوم كانت مصر مع الأوروغواي كانت أفضل. ها مصر كانت تنظيما أفضل مع الأوروغواي، كانت حتى حضور حتى وصول للمرمى بشكل أكبر. أعتقد انضباط التكتيك اللي لعب عليه مدرب روسيا، الترابط بين الخطوط ومنع أي وصول للمنتخب المصري أو أي خطورة للمنتخب المصري، حتى بعد ما تقدم سهل المباراة بشكل كبير وصل إلى ثلاثة. ما كان صراحة يعني حظ أوفر للمنتخب المصري. هذا الجيل
المنتخب المصري يعني جيل محترفين وجيل لهم اسماء كبيره في كل الخطوط. توقع الجميع ان يكون على الاقل حضورهم بشكل مميز، ما يكون خروجهم كاول فريق في المونديال، ولكن نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه. ان شاء الله كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه. نروح لزميلنا عبد الباري في شارع رباط الشهير في موسكو. عبد الباري تفضل. شكرا لك زميلي بندر ولضيوفك الكرام. من جديد هنا في شارع رباط، الجماهير السعودية أيضا فرحة الجماهير الروسية بعد فوزهم على مصر، ما شاء الله تبارك الله. الجماهير السعودية منتشرين في هذا الشارع اللي يعتبر أحد معالم روسيا ويأتي في المرتبة الثانية بعد الساحة الحمراء، لكن ميزة هذا الشارع أنه شوي هادي عن الساحة الحمراء. صراحة المطاعم والكافيهات اللي فيه مرتبة وجميلة والأجواء فيه رائعة. لازلت لقاءاتنا مستمرة مع الجمهور السعودي. يا أهلا وسهلا. هلا حياك الله، معك إبراهيم بلول من المدينة، ثاني كاس عالم انا احضر. ما شاء الله. ايوه والله الاجواء حلوه يعني، ان شاء الله بس بكره المنتخب يبيضوها ان شاء الله. يعني بلد حلوه صراحه يعني. جميل. هذا ثاني كاس عالم تحضره، وش الفرق بين هذا الكاس او هذا المونديال واللي حضرته قبل؟ والله انا اشوف المونديال البرازيل يعني كان اجواء كرويه اكثر من هذا، لانه شعب يعني متعلق بكره القدم من ايام الاطفال. يعني روسيا يعني شيء جديد، يعني ما حسيت الشعب ما هو كله يعني متشوق الكوره، بس لا يعني عندهم منتخب كويس اليوم شفناه هذا. كيف تشوف الاجواء هنا في رباط؟ ربما تكون هنا الاجواء اهدى بكثير من الساحه الحمراء ولا؟ نعم اكيد صحيح، بصراحه الاجواء جدا جميله. يعني انا بالنسبه لي طبعا وبالنسبه للجماهير، اكثر الجماهير اول مره طبعا لي بروسيا، بلد جميل جدا طبعا. وبالنسبه لمتكلم عن المنتخب السعودي، يعني في قسوه في طرح المواضيع وضغط على اللعيبه. افتتاح لازم يعني نعرف انه الافتتاح يكون في ضغط كبير على اللعيبه، لكن ان شاء الله يعني ممكن يكون عندنا حظوظ ان شاء الله غدا اذا فزنا على اورجواي. يعني 80% خلينا واقعيين اورجواي تفوز، لكن برضه في امل، ما دام في امل ان شاء الله. جميل. نتحدث معك غدا مباراة الأورجواي والسعودية، راح تحضر المباراة؟ طبعا إن شاء الله راح أحضر، وإن شاء الله طيرتهم الساعة 11 إن شاء الله راح نكون أول ناس حاضرين، وإن شاء الله أنا أقل حاجة نطلع بنتيجة إيجابية، حتى أنا أقل حاجة نكون يعني نكون نطلع بشكل يعني مشرف للوطن إن شاء الله، والمنتخب يطلع بشكل يعني أفضل من المرات السابقة. والله يجيب الخير، هذا اهم شيء. ايش في كذا الله يجيب الخير؟ لان الارجواي قوي جدا، يعني مو بسيط الارجواي، وبعد مصر يعني انطلعت نتيجه ايجابيه او شبه ايجابيه مع الارجواي. مصر يعني ان شاء الله ان شاء الله هم عندهم هزيمتين، فحنا اقل حاجه لو طلعنا عندنا امل، عندنا امل ان شاء الله. هم تقريبا شبه فقدوا الامل، لكن احنا لا باس عندنا امل ان شاء الله. بتحدث معك لو صار سيناريو تعادل امام الاورجواي، يعني مصر عندها هزيمتين، احنا عندنا هزيمه سابقه مع روسيا، لكن لو صار سيناريو التعادل كيف راح تكون الاجواء؟ والله السيناريو وارد الصراحه في المباراه الجايه، بس الامل كل الامل ان شاء الله باذن الله احنا نطلع مباريات تمثلنا كمنتخب سعودي كبلد سعودي. احنا حضرنا هنا الان في موسكو، شفنا الاحتفالات وشفنا الناس كيف تحتفل بمنتخباتها، ولكن ان شاء الله باذن الله كلنا امل ان شاء الله ان احنا المنتخب السعودي يمثلنا افضل تمثيل، بغض النظر سواء تاهلنا ما تاهلنا، بس احنا نطمح في الاداء الممتاز في المباريات القادمه ان شاء الله. يعطيك العافيه. ايضا هنا نتكلم معاك عن اجواء المونديال في موسكو، كيف شايفها وتحديدا هنا في شارع رباط؟ صراحة أجواء جميلة، وصراحة التشجيع جدا جميل هنا في رباط، ورباط يعتبر مميز أنه ما هو متكردس في الزحمة، يعني زحمة معقولة، ومن أجمل الشوارع أنا أشوفها في موسكو، ويتميز بأشياء كثير طبعا شارع رباط كالكافيهات والمطاعم طبعا والجماهير المشجعين طبعا. جميل، أتمنى لك التوفيق. يعطيك العافية. إذا هذا كان حديثنا مع الجماهير السعودية في رباط. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، السعوديين منتشرين هنا في الشارع بشكل كبير جدا، ربما أكثر من الساحة الحمراء. هذا أنا اللي شفته حتى الآن. يعني أنا أنصح كل اللي يتابعون الآن هم في موسكو أو حتى راح يجون على موسكو، إنهم لابد إنهم يزورون هذا الشارع، لأنه صراحة شارع جميل ومرتب ومطاعم وكل اللي يعني تبونه موجود في هذا الشارع. وأتمنى زميلي بندر يعني بعد ما راح نحضر
احضر مباراة أورجواي تجي انا وياك تعزمني ولا اعزمك؟ ابدا بهذا الشارع جيب واحد يا عبد الباري، ابدا انا ولا انت كله واحد. بالفعل شارع جميل، شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا لجهدك الكبير ولكل الجماهير السعودية. بالفعل شارع جميل واخف يعني زحمة من شارع او من الساحة الحمراء، وفيه الكثير والكثير من المقاهي والمطاعم، والاعداد السعوديين في تزايد، ايضا فيه جماهير حضرت اليومين الماضيين يمكن ما لحقت على المباراه الاولى لكن حريصه انها تحضر مباراه الاورجواي ومباراه الاخيره امام مصر. الارقام الرسميه اللي وصلت قبل بدء المونديال 10300 مشجع سعودي، هذا بحسب تصريح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، يقول استخرج او حصرناها من البطاقات الفان اي دي. عدد كبير لجماهير شغوفة لكرة القدم، جماهير تطمح أن يظهر منتخبها بمظهر مميز ومظهر اللي تعهدوا عن هذا المنتخب. مباراة الافتتاح مباراة وانتهت، الآن نفكر في مباراة أورجواي. صحيح أورجواي فريق كبير لكن كلنا أمل وكلنا ثقة بإذن الله في نجومنا أنهم يعوضوا ما حصل سابقا، أنهم يقدموا مستواهم اللي نعرف عنهم. وين ابرز الاخطاء اللي كانت واضحه بشكل كبير في المباراه الاولى؟ والله المباراه الاولى اول شيء انا اراها اخطاء فنيه من مدرب المنتخب واخطاء فرديه من بعض او اغلب لاعبي المنتخب. فنيه من مدرب المنتخب انه بالغ كثير في عمليه الهجوم، بالغ كثير في عمليه الضغط العالي، هذا الشيء جعل المسافه بين الخطوط مسافه كبيره جدا، استغلها منتخب روسيا، اعتمد كثير على عملية البناء، وانت تعرف ان المنتخب الروسي في كل مبارياته حتى مباراة اليوم يعتمد اعتماد كبير على الضغط العالي، تجد اكثر من 20 لاعب المدافعين على خط المنتصف، بالتالي اكثر من 20 لاعب في ملعب، كيف تكون عملية البناء فيها صعوبة، ما تجد اي حلول، هامش الخطأ حيكون فيها كبير، وشفنا اكثر من تمريرة خاطئة تسببت في اكثر من هدف. كان من المفروض حتى اللاعبين اذا حس اي لاعب بان الخطوره كبيره وانه الباص ما حيوصل بشكل 100% محبب لزميله، وحتى يعني حتى الباصات تحسها باصات توهيق بصراحه. يعني كان مفترض انه ينقل الكره بشكل كبير وبلعب مباشر خلف هذا الخط، على الاقل تجد المنتخب الروسي يتراجع وبالتالي تجبر اغلب خطوط انها تتراجع، تبعد عنك الخطوره، انت ممكن تستغلها في عمليه الارتداد السريع، عندك اكثر من لاعب يعملون الفارق في التحولات الهجوميه، هذا اللي كان متوقع. اضف الى ذلك بعض اللاعبين كان التركيز عندهم غايب بشكل كبير من بدايه المباراه، انا استغربت حتى تدخل المدرب، تدخل يعني ما كان تدخل جريء او تدخل بشكل سريع، او حتى عندما تدخل اعتقد اخطا في عمليه الخيار وفي عمليه التبديل، ولكن ما حصل لازم ننسى. كلنا ثقه في لاعبي المنتخب، انا اتمنى ان كل لاعبي المنتخب يثقون في انفسهم اولا، كل لاعبي المنتخب يكون على درجه عاليه من التركيز، على درجه عاليه من الامان، انت كل ما زاد الوقت وكل ما مر الوقت ترى الحمل او الضغط حيكون اكبر على المنتخب الاورجواياني، وشفناها مع مباراه مصر كيف كان في تسرع في اخر الدقائق، في تسرع في الشوط الثاني، اخطاء في التمرير، هذه الامور كلها اتمنى يعني يكون في تركيز كبير تمنع اي وصول. اعتمد المنتخب الاورجواياني على الكرات العرضيه، على قوه سواريز وكافاني، على الكرات الثابته اللي سجل منها هدف، هذه جزء من الثانيه، عندما يسهو اي لاعب او ما يكون يتاخر في جزء من الثانيه في عمليه مراقبه وفي عمليه حتى التمركز حيضر منتخبه وحيضر المجموعه بشكل كامل، حيغير حتى من شكل المباراه. صحيح. حتكون فيها تحول كبير. طيب سلطان، البدايه المفضله غدا امام الاوروغواي، كيف ممكن يبدا السيد بيتسي؟ والله اعتقد طبعا انت عارف ان بحسب الاخبار اللي وصلتنا حيكون في تغيير، في اربع تغييرات تقريبا. نعم، العويس مكان معيوف، البليهي مكان عمر هوساوي، البليهي مكان عمر هوساوي، هتان بهبري حيكون مكان يحيى، مكان يحيى فهد المولد مكان السهلاوي. اعتقد انها منطقيه، الاهم انها ان يكون في ترابط كبير بالخطوط، الاهم كذلك انه ما يكون ضغط مبالغ فيه في الثلث الاول بالنسبه لمنتخب الاورجواي. منتخب الاورجواي منتخب مميز جدا في عمليه نقل الكره، مميز جدا في السرعه اللي اعتمد عليها بشكل كبير، قوه كبيره وكفاءه عاليه في خط الهجوم، فاتمنى من المنتخب انه تكون الخطوط فيه متقاربه بشكل كبير جدا، يكون التمرير بشكل سليم، يكون التمرير خلف او في المساحات اللي خلف الاظهره وخلف خط الدفاع، عندنا لاعبين يمتلكون سرعه عاليه قادرين على التحول الهجومي بشكل مميز، شفناها هذه في
سواء في مباراة التصفيات أو حتى في مباراة الودية الأخيرة يعني استمرناها بشكل كبير. الأهم إنه يكون التركيز عالي، يكون ثقة اللاعبين في أنفسهم موجودة، وتكون الراحة يعني الروح بشكل عالي، والروح هنا ما تكون بشكل سلبي، يعني ما تندفع اندفاع كبير يعرضك لكرت احمر لا قدر الله يؤثر على المجموعه بشكل كامل. سلطان، احنا قبل بدايه البطوله كنا متفائلين وصدمنا في المباراه الاولى، الان يمكن خلينا اقول لك نسبه التفاؤل يمكن قلت، وان كنا يعني جددناها او خلينا اقول لك كان في حاله احباط. ان شاء الله يصير العكس غدا، يقدمون نتيجه مغايره او مستوى مقنع للجماهير السعوديه ويصالحون الجماهير السعوديه. وصلنا نهايه حلقتنا سلطان، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك ابو نواف، ان شاء الله بكره ان شاء الله رايحين المباراه ونقنع المنتخب باذن الله ان شاء الله يكون مستوى. شكرا لكم مشاهدينا، غدا ان شاء الله يتجدد الموعد في 10 مساء. كل التحايا من كافه الزملاء في فريق العمل، تصبحون على خير، الى اللقاء.